ده من ضمن تعرف ان انا ابقى مثقف طبيا، انا عارف ان الدكتور بيقول لي الصح فانا هسمع الكلام. هنا في مثلا اورام الليفيه دي لما تيجي تقول للست انت لازم تعملي الورم الليفي ده عامل لك اعراض مزعجه وممكن يكون هو السبب في عدم تاخر الانجاب، تلاقي ردود فعلا فيها شبه علم بس يعني هتاخر المريضه كتير. تقول لك ايه؟ لا انا خايف ادخل اعمل عمليه ليشيلوا الرحم كله. والله علميا ده وارد. فتيجي مثلا في حاله تانية في الغده الدرقيه تقول للمريضه، تقول نقول للمريضه لازم تشيل الورم، ورم ضاغط على الشريان السباتي ضخم جدا وشكله هيضغط على القصبه الهوائيه والتنفس وصوتك بدا يتغير وبتاع قصص كده. تقول لك لا يا عم انت هتشيل هتذبحني من هنا لهنا وجرح كبير، ده جراحه وجرح كبير قد كده. فهترد ايه؟ ما هو ده حقيقي فعلا ساعات الجرح بيكون كبير يعني في الجراحه. في البروستاتا تيجي تقول للمريض انت عندك تضخم في البروستاتا لازم نعمل لك عمليه، فيقول لك لا ده انا سمعت ان العمليه دي بلادي ومش عارف. طب تقول له بالليزر، يقول لك انا معايا الف الليزر ده غالي وطب وانا بخاف منه برضه ومش عارف ايه وهيدخل. لا لا، الاشعه التداخليه جت عشان تحللنا هذه المعضله. تقوم تقولي لا ده ما هي جايه كمان عشان الناس اللي التخدير ما ينفعهاش ودي ليس انفيزيف، ده كلام علمي راقي جدا. لكن انا بكلمك على معضله مش موجوده في الكتب، اللي هي معضله المريض اللي رافض الشيء لاعتقاد في دماغه او لواقع هو اساسا شايفه يعني متضخم جدا، زي ما في الاورام اللي فيا، زي ما في الغده الدرقيه. اشعه تداخليه انا في رايي هي العالم السحري اللي حللنا وقرب هذه المسافه والجاب بين الدكتور اللي لازم يصر على انه مريضه يبقى في صحه كويسه وبين المريض الهربان اللي مش عايز يعمل الاجراء نتيجه تخوفه لاشياء معينه متعلقه بالجراحه. قامت الاشعه التداخليه وقربت المسافه دي. النهارده نفهم القرب ده اكتر واكتر مع واحد من رواد هذا العالم، اسم كبير بنفخر وبنسعد وجوده معانا، قدم الكثير من الثقافة في المنطقة دي، وده صعب جدا لأن المنطقة دي منطقة صعبة في الشرح، لكن هو كرائد قدير لهذا المجال كان المسألة بالنسبة له أكيد سهلة جدا. لكن احنا استمتعنا جدا مع ضيفي المبدع جدا الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والجمعية الأمريكية واللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، الاسم الكبير. أهلا أهلا دكتور أيمن. أهلا. اللي أنا قلته ده صح؟ دي حقيقة. آه. طبعا هو الطبيعة البشرية الخوف، وخاصة لو الثقافة زي ما حضرتك تفضلت بسيطة أو محدودة، لأن دائما الإنسان عدو ما يجهل، بالإضافة أن المريض بيحب دايما الحاجات أو يمكن العالم كله دكتور أيمن دلوقتي كله اتجاه للمينيمال انفيزيف أو للتدخلات المحدودة. إحنا الحقيقة برضو الأشعة التداخلية جت يعني حلت الإشكالية دي. احنا عندنا زي ما حضرتك تفضلت يعني يمكن انا اقدر اضيف نوعين من المرض. في نوع اللي هو المحجم اللي حضرتك قلت عليه ده، اللي هو محجم من الجراحه، عن الجراحه برضو زي الغده الدرقيه زي البروز اي عمليه، هو عارف ان دي في مصلحته بس هو محجم وخايف. ده نوع من المرضى جات الاشعه التداخليه حلت الإشكال ده، لأن حضرتك بتقول له بدل ما أعمل لك عملية جراحية ضخمة هعمل لك حاجة إجراء بسيط من غير ما أفتح الجلد. يعني دايما حتى السلوجان بتاعنا في الأشعة الداخلية عملية من غير عملية، مفيش أي فتحات في الجلد، فقدر يتشجع ويعمل يعني. ده نوع. النوع الثاني الحقيقة واللي مهم جدا، إن مريض عنده حاجة محتاجة لجراحة بس عنده موانع للجراحة، يعني ما يقدرش ياخد بنج علشان سنه كبير وعضلة القلب أو كفاءة القلب لا تتحمل، أو ما أو أي شيء يعوقه عن الجراحة، فهو عايز يعمل مش محجم بس مش قادرين نعمله. الأشعة التداخلية جت غطت كل السكوب ده. المريض المحجم اللي خايف يعمل عملية جراحية كبرى، لأن الحقيقة الأشعة التداخلية حلت محل عمليات جراحية كبرى وبنفس الكفاءة وبنفس النتيجة
فده جزء. الجزء الثاني اللي هو محتاج يعمل عملية بس عنده موانع طبية من هذه العملية، جينا عملنا الأشعة التداخلية، إجراء بسيط جدا مش محتاج لبنك. النهاردة حبينا نقرب من العيانين، فجمعنا رسائل من صفحاتكم، صفحات المركز وصفحاتك وصفحات البرنامج، وعملنا ميكس وكل واحدة بتحكي قصة، فاسمح لي ان انا ابدا بروايه هذه القصه. اتفضل. من دي الحقيقه من الحلقات المحببه جدا لقلبي، لان دي فعلا دي اللي بتزود قاعده الثقافه الطبيه وبتعرف الناس بالاشعه. هي كالعاده كيس ستادي دي اساسا بقت كمان ترند في الامتحانات دلوقتي في الكليات كلها. اول حاله بتقول والدتي عندها تضخم في الغده الدرقيه، ضغط على مجرى التنفس بسبب لها صعوبه في البلع، ممكن نعالجها بالاشعه التداخليه ولا لا؟ ما العلم عندها 80 سنه ومش قادره تعمل عمليه. ده زي ما قلت لحضرتك، احنا لسه كنا بنتكلم، ده من النوع اللي المريض اللي من النوع الثاني اللي هو يعني ده عنده حاجه ونفسه يتخلص منها وما يقدرش يعمل عمليه. دي المريضه دي طبعا قولا واحدا جات الاشعه التداخليه ملت هذا الفراغ، نقدر طبعا نعمل لها كي بالتردد الحراري. التردد الحراري للغده الدرقيه دي احدث تدخلات الأشعة التداخلية عندنا، ومن التقنيات الحديثة جدا، بدل العملية الجراحية الكبيرة اللي احنا مش قادرين نعملها في هذه المريضة هنقدر نعمل عملية الكي بالتردد الحراري. بعض المرضى ده على سبيل المثال، ده المريضة على الشمال، دي المريضة قبل إجراء العملية او الكي، مش العمليه بقى، العمليه اللي مش عمليه، كي بالتردد الحراري دي، بعديها التضخم راح. المرضى دول ساعات بيبقى في جزء من التضخم ده داخل في القفص الصدري وضغط على القصبه الهوائيه، احنا بنقدر نعملهم بالاشعه التداخليه. كي بسيط جدا، فتحه صغيره من غير اي عمليات، قولا واحدا ينفع فيها التردد الحراري. الحالة الجاية بتقول أنا كنت عايز أستشير حضرتك، كان واحدة بتقول أنا عاملة استئصال جراحي للفص الأيمن من الغدة ورجع التضخم تاني بعد 4 سنين من العملية، قالوا لي الجراحة خطر في حالتي أكيد عشان التليفات، وهل الأشعة التداخلية ممكن تكون هي أمل لهذه الحالة أم لا؟ ده سؤال دقيق يا دكتور أيمن. دول نسبة كبيرة ومش قليلة عندنا من مرضى الغدة الدرقية اللي هو عمل عملية وبعد العملية اللي بنقول عليها الريكارنت جويتر أو الارتجاع للتضخم بعد عملية استئصال الغدة الدرقية، سواء بسنة باتنين بتلاتة بعشرة يرجع يحصل تضخم تاني. الإشكالية هنا الحقيقة إن الجراحة بتبقى متعذرة علشان الالتصاقات والتليفات اللي حوالين الغدة الدرقية. بعد الجراحة الحقيقة المنطقة في الرقبة منطقة محدودة، حيز محدود، وفي كتير جدا من الأعضاء الدقيقة بالضبط الأعصاب والشرايين، فبيحصل فيه التصاقات، فالجراحين الحقيقة ما بيفضلوش يعملوا العملية مرة تانية إلا عند الضرورة القصوى. الكي بالتردد الحراري الأشعة التداخلية نقدر إحنا بمنتهى الأريحية إن إحنا نعمل كي لهذا الورم المرتجع في الغدة الدرقية، ويمكن قدامنا حالة هنا هو على الشمال، لو تلاحظ حضرتك في أسفل الرقبة أو المشاهدين في جرح قديم لاستئصال الغدة الدرقية أهو، وفوقيه الجزء اللي فوقيه ده التضخم اللي في الرقبة، تضخم كبير. احنا المريض ده عملنا له، ده كان راجل، كي بالتردد الحراري من غير اي عمليات، ودي الناحيه الشمال، الناحيه اليمين ده بعد الكي الورم اختفى بالكامل من غير اي جراحه او اي فتحات جراحيه. فالاجابه طبعا على السؤال لا، الاشعه التداخليه تقدر تعالج التضخم المرتجع بعد الجراحه. السؤال الحاله اللي جايه حاله مهمه جدا، راجل عنده 50 سنة بيقول عنده بؤرة في الكبد مقاسها 5-6 سنتي، كان عايز أعرف هل ممكن علاجها بأسلوب الأشعة التداخلية؟ هو كتب حتى تعديدا بالحبيبات الدوائية الذكية. ده من متابعين ده مذاكر ده مذاكر قوي
قوي. طبعا حقن الاورام، اورام الكبد بالقسطره، احنا بنحقن عدد من المواد. في الحقن الكيماوي التقليدي ان احنا بنخلط الدواء الكيماوي بماده زيتيه اسمها الليبيدول، وفي الحقن المتقدم شويه بالماده الاحدث اللي هي الحبيبات الدوائيه الذكيه. واحنا بنقول عليها ذكيه ليه؟ احنا فكره الحقن الكيماوي ان احنا بنخش بالقسطره نحقن الخليط من الدواء الكيماوي والماده الزيتيه دي، ده الحقن التقليدي. هنا في الحبيبات الدوائيه الذكيه دي، لو احنا شايفين الانيميشن ده او الفيديو، السرنجه دي فيها الحبيبات الحمراء دي عباره عن حبيبات صغيره بنخلطها بالماده الكيماويه او بالكيماوي، بنقول عليها محمله. فالخليط ده الماده الحبيبات دي تحتفظ بالكيماوي داخلها، ونحقن هذا الخليط من خلال القسطره. اهو القسطره الحاجه الزرقاء دي اللي ماشيه في الشريان اللي هو الاحمر، ونوصل لحد الجزء البنفسجي ده اللي هو الورم، ونبتدي نحقن الخليط اللي هو الماده الكرات الحمراء دي الحبيبات الدوائيه محمله بالدواء الكيماوي. بنحقنها اهو تستقر في الشرايين المغذيه للورم وتستقر داخل الورم. بعد ما تستقر هذه الحبيبات المحمله تبتدي تطلق الدواء اللي هي متحمله بيه الكيماوي. الحقيقه لو احنا بصينا على الشاشه اطلاق هذا الدواء بيستمر لفتره كبيره، ممكن توصل ل 30 يوم. طيب عشان كده سميناها ذكيه، بتطلق الدواء على فتره كبيره. طب احنا ايه الميزه اللي هنستفيدها لما من طول فتره اطلاق هذا الدواء؟ نمره واحد نقدر نحقن جرعه اكبر من الدواء، وبالتالي زياده فعاليه العلاج. نمره اثنين، اطلاق الدواء بصوره منتظمه على فتره كبيره يخلي تركيز الدواء الكيماوي في الدوره الدمويه بسيط جدا، وبالتالي مفيش اي اعراض جانبيه تذكر عند المريض. ويمكن ده المنظر هنا، دي الاشعه المقطعيه، الحاجه الدايره الرمادي ده، الرمادي ده الكبد اللي على الشمال، وفي دايره سود او رمادي. لو عملنا الاشعه المقطعيه دي بعد ما عملنا الحقن بالحبيبات الدوائيه، الحاجه اللي ميته عندنا في الاشعه المقطعيه دايما بيبقى لونها اسود، دي معناها ان هي خامله. لو شفنا في صوره يمكن معانا تاني بعد الحقن، تحول هذا الورم او هذا النسيج من نسيج اهو من نسيج نشط لنسيج لونه اسود، ده معناها ان ده حاجه خامله وميته. فطبعا الورم اللي حجمه 6 سم ومحدد بهذا المنظر، لو هو كده فعلا ده ينفع يتعالج بالحبيبات الدوائيه، بس بشرط ان تكون وظائف الكبد تتحمل وتسمح. احنا عندنا مقاييس ومعايير للمريض اللي بنعمل له الحقن ده. السؤال الجاي ده مهم جدا، لانه منطقه الدوالي هو الجاي سؤال على دوالي الخصيه. دوالي الخصيه منطقه علميه فيها نوع من الارتباك، جاي الارتباك من اكتر من منطقه. اولا انه ده تاخر الانجاب موضوع بيعالجه دايما منظومتين مختلفتين، منظومه الذكوره ومنظومه طب النساء والتوليد، ففي خناقه بينهم قائمه في قيمه علاج دوالي الخصيتين فيما يتعلق بتاخر الانجاب، خناقه كبيره جدا. وبعدين بتوع الذكوره بيتخانقوا مع الاشعه التداخليه دلوقتي، انتوا خدتوا منا حته مهمه، انتوا بتعالجوا دوالي الخصيتين واحنا بنعالج دوالي الخصيتين، هم لهم اسلوب والاشعه التداخليه ليها اسلوب. فدوالي الخصيتين عامله زي اشكاليه، منطقه خناقه كبيره. فهي دي الحاله. الحاله بيقول ايه؟ هو عنده متزوج بقاله سنتين ما حصلش حامل، ما حصلش انجاب، ادي اول خناقه. عنده دوالي في الخصيتين من 4 سنين، كان بياخد علاج وبعدين تولي الخصيتين بيسال هي السبب في تاخر انجابه ولا لا، وهل ممكن علاجها بالاشعه التداخليه؟ لانه بين علاج وبين قوسين هو مش عايز يعمل عمليه. طبعا يعني نمره واحد علشان نعرف في دوالي الخصيه ولا لا، بنعمل له حاجه اسمها دوبلر ملون، دي موجات صوتيه ملونه، دي بنتاكد ان في دوالي الخصيه. ودوالي الخصيه احنا بنقسمها درجات بالدوبلر، فده التشخيص بالاشعه. طيب هل الدوالي اللي موجوده اللي احنا شخصناها دي هي السبب في تاخر الانجاب ولا لا؟
ببساطة المريض ده لازم نشوف تحليل السائل المنوي بتاعه. لو تحليل السائل المنوي متأثر، متأثر بمعنى إيه؟ إن عدد الحيوانات المنوية أقل من الطبيعي، أو كفاءة الحيوانات المنوية ليست على المستوى الطبيعي أو المعدلات الطبيعية، بإذن هذه الدوالي دوالي مؤثرة. وطالما مؤثرة على عد الحيوانات المنوية أو كفاءتها، يبقى قولا واحدا لازم المريض ياخد إجراء. الحقيقة المريض يعني إحنا قدامنا في علاج دوالي الخصة في سكوب كبير أو من العديد من البدائل. زمايلنا الجراحين في الإجراء التقليدي أو الجراح العادي اللي هو بيخش بيربط هذه الدوالي، ولكن الأشعة التداخلية أوجدت حل بديل أو أضافت حل تاني لعلاج دوالي الخصية. الحقيقة حل سلمي وبسيط. إحنا مشكلتنا الأوردة المتمددة دي عايزين نتخلص منها. ببساطة بنخش للوريد بتاع الخصية ده، يا إما من وريد الرقبة أو من وريد الفخذ، ونحقن مواد أو نحط ملفات حلزونية داخل الوريد عشان نقفله. يمكن الصورة اللي قدامنا دي باينة، لو بصينا الأقصى الشمال هنلاقي الحاجة اللي تحت دي اللي عاملة زي الكتلة اللي تحت دي، دي الدوال. احنا بنحقن صبغة كده، الحاجة السودة دي صبغة بتبين ان في دوالي اهو، ده في أقصى الشمال، وفوقيها الأوردة اللي طالعة دي. الدوالي دي بتتجمع تعمل وريد رئيسي للخصية، ده بيصب في الناحية الشمال في الوريد الكلوي، في الناحية اليمين في الوريد الأجوف السفلي. الصورة اللي في النص دي لو حضرتك بصيت في حاجة دايرة صغيرة قوي، ابتدت الحتة البطشة اللي تحت دي في الشمال ما عادتش موجودة، اختفت، فاحنا خلاص لغينا الأوردة اللي تحت، وبناخد الوريد من تحت لفوق نقفله عشان ما يحصلش أي ارتجاع. في اليمين ابتدى الجزء اللي تحت البطشة راحت، لكن في جزء الوريد من فوق اهو موجود. لو أقصى اليمين بصينا هنلاقي ان الوريد كله ابتدى يختفي، وحطينا حاجة عاملة زي السوستة اهي، لو شايفين في أعلى الصورة على اليمين ده ملف حلزوني. إذا لغينا الوريد بالكامل كأننا استأصلناه. الحقيقة يعني علاج دوالي الخصية بالأشعة التداخلية يعني قدم حل مذهل، والحقيقة كتير من المرضى بيفضلوا كده، لأن هو إجراء بسيط بياخد حوالي نص ساعة، ما فيهوش أي فتحات جراحية، وكمان إحنا بنبقى داخلين من الوريد، يمكن إحنا في قسطرة الشريانية المريض بنخليه ينام معانا مثلا خمس ساعات أو حاجة زي كده عشان مكان الشريان، لكن الحقيقة في الوريد ده المريض لو دخلنا من الرقبة بندوس كده خمس دقايق وبيروح، يقدر ينزل الشغل تاني يوم الصبح. فهي الحقيقة يعني بقت حل موجود وسلمي وآمن لكتير من المرضى. فطبعا لو هي نعمل تحليل سائل منوي، لو متأثرة نقدر نعمل له العلاج بالأشعة التداخلية. الحالة اللي جاية بقى يعني الأشعة التداخلية خدمت فيها الطب خدمة كبيرة جدا، اللي هي الأورام اللي فيها، لأن الأورام اللي فيها الست أو البنت لو ما كانتش اتجوزت أو حتى اتجوزت وخلفت خايفة جدا إن شيل الرحم، لأنه الستات عندهم تخوف شيل الرحم، ده تخوف كبير. ودايما توصف الاورام اللي فيها بانها بلادي اوبريشن، عمليه بلادي، صحيح. فالحاله اللي جايه بتحكي على انها عندها اورام ليفيه بالرحم، بتقول هي عندها الورم الليفي ده مسبب لها انخفاض في نسبه الهيموجلوبين في الدم بسبب النزيف، وعايزه تعرف هل العلاج بالاشعه التداخليه ممكن يحافظ على الرحم والتبويض، لانها لسه ما اتجوزتش ومش عايزه تشيل الرحم. هي قالت الكلام ده. ده النوع الاولاني اللي احنا قلنا، اللي هو اللي عارف ان عنده حاجه محتاجه تدخل ومأثرة عليها لدرجه ان هي اثرت على صوره الدم، انيميا المزمنه والهيموجلوبين نزل ومش قادره تاخد القرار الجراحه. لا طبعا نزود هنا كمان ان هي يعني انسه وعايزه تحتفظ بالرحم أو عايزة تنجب تاني. طبعا ده قولا واحدا، الأشعة التداخلية بتخدم هذا القطاع من المرضى اللي محجمة عن العملية، لأن ده إجراء بسيط زي ما احنا شايفين هنا ده، لو احنا الأنيميشن بيوضح ازاي احنا بنعالج أورام الرحم اللي فيها بالأشعة التداخلية. الدائرة دي طبعا زي ما كلنا حفظنا، الفخذ اليمين خش من الشريان بتاع الفخذ ونخش على شريان الحوض عشان نعمل خريطة شريانية
ونشوف شريني بتغذي الورم الليفي. وانا بكرر تاني الورم الليفي، احنا بنخش في الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي وبنسيب الشرايين اللي بتغذي بقيه الرحم وبطانه الرحم، ما بنجيش ناحيتها. اهو دخلنا زي ما حضرتك شايف اهو المشاهدين، الحبيبات البيضه دي حبيبات دقيقه بنحقنها في الشرايين اللي بتغذي الورم الليفي، نمنع التغذيه الدمويه عنه يبتدي يكش. طبعا الاشعه التداخليه افادت القطاع ده اللي هو اللي محجم، واضيف حضرتك عليها زي السؤال اللي معانا ده، ان هي عايزه تحتفظ بالرحم ومش عايزه يبقى عندها اي نسبه مخاطره ان هي تفقد الرحم ده، لان هي عايزه يبقى عندها فرصه في الانجاب. لا طبعا دي نقدر نعمل لها العلاج بالاشعه التداخليه، ودي مناسبه جدا جدا ليها. الرجاله بقى سؤال، هل العلاج بالاشعه التداخليه في تضخم البروستات الحميد مفيد للي عندهم احتباس بولي او مشاكل في التبول؟ ده سؤال مهم، ده سؤال مهم، ودي الحقيقه ده مثال لازاي الاشعه التداخليه اوجدت حلول لمرضى ما كانش لهم حل. الحاله دي ده مريض حياتك، وده سيناريو متكرر وبنشوفه كتير جدا يا دكتور ايمن. مريض عنده تضخم في البروستاتا، البروستاتا تضخمت لدرجه كبيره، ضغطت على مجرى البول ووصلت ان المريض حصل عنده احتباس، يعني مش قادر يتبول. المرضى دول السيناريو اللي بيحصل حياتك ايه؟ وغالبا ده بيبقى مريض كبير في السن، ما يقدرش يعمل عمليه، او حجم البروستاتا كبير وما ينفعش يعمل منظار، لازم يعمل عمليه استئصال جراحي، وهو ما ينفعش يتبنج، فبتبقى فيه اشكاليه. عنده احتباس، بيجي له احتباس متكرر، يركب قسطره بول، يبتدي الاحتباس يفك بالقسطره، المريض يتبول، يشيل القسطره، يرجع الاحتباس تاني، فيضطر يحط قسطره، فيبقى قدامه احد امرين: يعيش طول عمره بهذا المرض ويحط القسطره علشان يتبول، او يركب القسطره ويخليها لفترات كبيره، وبالتالي يحصل التهاب في مجرى البول والتهاب في المثانه، ودي مشكله كبيره جدا جدا، وهو في نفس الوقت مش قادر يعمل عمليه، فاشكاليه. اشعه تداخليه جت انتشلت هؤلاء المرضى. احنا بنعمل حقن للبروستاتا طبعا، اشعه تداخليه تحل مشكله المريض ده جدا جدا. بنعمل حقن، او لو شايفين هنا ده صوره الاشعه، لو ده الشريان البروستاتا وفي بطشه تحت اهي تحت الكره دي، لو شايف حضرتك ده مريض كان عنده نفس الحال. الكره دي الدايره دي، ده القسطره، واللي تحتيها البطشه اللي تحتيها السوداء دي، ده التغذيه الدمويه بتاع البروستاتا. الصوره اللي بعديها التغذيه الدمويه بتاع البروستاتا اختفت، وبالتالي تبتدي تضمر البروستاتا، وبالتالي او يقل حجمها، يقل الضغط على مجرى البول، يتبول المريض بصوره طبيعيه. فطبعا المريض ده يكاد يكون الحل الوحيد بالنسبه له، لو هو ما عندوش اي فرصه جراحه، العلاج بالاشعه التداخليه ده قولا واحدا. الحاله الجايه مهمه جدا، بتسال على الدوالي، حملت وولدت وعندها دوالي في الساقين ومسبب لها الم وتورم في رجلها. الدوالي خلاص، الدوالي دلوقتي بقى علاجها كله يعني بنقول اندوفاسكولار، من داخل الوريد، يعني العمليات الحقيقه في الدوالي الساقين بقت هيستوري، العمليه الجراحيه. العمليه الجراحيه لا خلاص ما عادش لو ستريبنج، يعني الحقيقه الاشعه يعني موجوده بصوره يعني مش كبيره، لان الاشعه التداخليه بقت حل بسيط وامن. طبعا نقدر نعمل لها كي بالليزر، نخش بقسطره الليزر اهو، يمكن ده مريض حقيقي. الليزر احنا بنخش فتحه صغيره قوي مش باينه، مفيش اي فتحات جراحيه. الليزر النقطه الحمراء دي ماشي داخل الوريد اهو، بنمشي بنكوي جزء جزء من الوريد من اعلى الفخذ لحد تحت عشان نتخلص منه بالكامل. حال الكي ده كاننا عملنا عمليه واستأصلناه، يعني بنموته وهو موجود مكانه، فكانه مش موجود. اهو من الاخر سنه الجزء الاحمر ده الليزر، ده قسطره الليزر. احنا مسرعينه شويه عشان بس هو طويل، فعشان نوريكم التقنيه، لكن هو ابطا من كده لانه بالراحه. الجزء اللي عايزين نشوفه احنا اول ما نخرج، لو حضرتك بصيت حاجه ضئيله جدا.
الفيديو ده دكتور ايمن بيبين ساعات المريض بيبقى عنده دوالي وعنده الحاجه اللي موجوده جدا بيشتكي منها يمكن الستات بصوره كبيره، الدوالي الشعيرات الدمويه اللي هو المنظر العنكبوتي ده السطحي اهو. احنا دول بعد ما بنعمل الكي بالليزر لو في الشعيرات الدمويه دي والسبايدر فينز بنعمل اللي احنا شايفينه ده حاجه اسمها حقن ماده رغويه بابره رفيعه جدا بنحقن ماده بتلغي الاورده والشعيرات الدمويه دي من الداخل وبتختفي. يمكن المنظر اهو قدامنا ابره رفيعه وبنحقن هي اختفت في ثانيه واحده، وده بيعتبر جزء مكمل لكي دوالي الساقين بالليزر. سؤال ده المنظر ده يمكن الصوره على اليمين المريض قبل ما نعمله الكي بالليزر، وده بعديها بعد الكي شتان الفرق غير اي جراحه. لو حضرتك بص الناحيه الشمال مفيش اي فرق. سنيك لايك في الاول اللي تورش والانجيتد الوصف بتاعها اللي عندنا في الحقيقه. في سؤالين سرع شويه، السؤال الاولاني بيسال عن ورم في القولون استؤصل دكتور الاورام استئصاله خلاص، لكن طلبوا منهم يركبوا جهاز بورت كاثيتر للكيماوي، فبيسال هل ممكن ده يتركب الاشعه التداخليه؟ الحقيقه المريض اللي هيخضع فتره علاج كيماوي كبيره بعد ازاله ورم بعد اورام سواء القولون سواء الثدي بنركب له جهاز اسمه بورتاكاس او قسطره لحقن الكيماوي. حقيقه بدل المريض ما لو هياخد كيماوي لفترات كبيره الاورده الفرعيه بتتاثر ومع مرور الوقت ما بتبقاش موجوده وبتبقى مشكله كبيره، بالاضافه ان الاورده الكبيره بتبقى افضل للمريض اللي بياخد كيماوي علشان اولا لا تتاثر هذه الاورده لانها قطرها كبير، ويحصل خلط للكيماوي بالدم بصوره افضل. فبنركب هذا الجهاز، الجهاز ده كان بيتركب جراحيا، احنا نقدر نخش تحت الاشعه والموجات الصوتيه، بنركب قسطره في اورده من خلال وريد الرقبه او المريض هنا الصدر، نخش بالقسطره والقسطره دي بتتوصل بجهاز قطره حوالي 5 سم بيبقى تحت الجلد موجود، ده بيفضل موجود طول ما المريض بياخد الكيماوي. لما بنيجي نستعمله بنحط ابره من خلال الجلد خلص المريض الكيماوي بيشيله. طبعا نقدر نركب البورتاكاس استرشادا بالاشعه القسطره او الموجات الصوتيه بحتها صغيره جدا جدا جدا. ده بيستخدم برضه في الغسيل الكلوي شبه حال المهوكر ونفس بنفس المنطق يعني نفس المنطق. ربنا يعافي الناس ويخفف عنهم المهم. واحد عنده تليف في الكبد دي حاله بطنه اشعه تداخليه، حصل له تضخم في الطحال، حصل له هايبر بليزيا في الطحال هايبر سبلينيزم، واثر السبلين المتضخم ده الطحال المتضخم على نسب الصفائح الدمويه بياكل الصفائح الدمويه وبالتالي عنده فرصه نزيف، وطبعا التليف مخلي البروثرومبين قليل ففرصه النزيف جايه من ناحيتين. طب احنا مش هنقدر نتعامل مع البروثرومبين، هنقدر نتعامل مع التليف، هل الاشعه التداخليه تساعدنا؟ دي طبعا يبقى انا بقى شخصتها بطل. صحيح عندك اشكاليه موجوده كتير يا دكتور، لان مرضى تليف الكبد بيحصل عندهم تضخم في الطحال، وتضخم الطحال ده ساعات ما يبقاش مجرد تضخم يبقى توحش. الطحال ده بيوصل لمرحله ان هو توحش، مش بس بقى حجمه كبير لكن ابتدت سلوكياته كمان تبقى متوحشه، بيكسر كل مكونات الدم وعلى راسها الصفائح الدمويه. فالمريض ده بنحبه احنا في اشكاليه كبيره، هو عنده الصفائح ناقصه بالتالي اللي بيعدي من جنبه ممكن ينزف، فازاي هنعمل له عمليه نستأصل الطحال المتوحش ده نتخلص منه؟ في نفس الوقت هو عنده تليف زي ما حضرتك تفضلت وعوامل التجلط عنده مش مظبوطه، فمحتاج يعمل عمليه، وفي نفس الوقت المكونات العوامل التجلط والصفائح مش موجوده، هو احنا خايفين عليه من نزيف في الامور الطبيعيه، فازاي هنعمل له اشكاليه؟ اشعه تداخليه تدخلت حلت هذه الإشكالية وفضت هذا النزاع، فبنعمل قسطرة للقفل الجزئي لشريان الطحال. إحنا الطحال المتوحش ده لو قللنا التغذية الدموية عنه شوية سلوكياته هتهدى ويبتدي يتصرف تصرفات طبيعية وما يكسرش مكونات الدم ومنها الصفائح. لو بصينا على الصورة دي لو حضرتك بصيت على الناحية الشمال الحاجة المتعرجة دي ده الشريان، ولو لاحظنا هنلاقي ان الحته السوداء دي في الصوره اللي على الشمال
ده الدم داخل الطحال. الناحية اليمين بعد ما قفلناه قفل جزئي، لو حضرتك تلاحظ احنا ما منعناش الدم عنه بالكامل عشان يفضل عايش، بس قللنا الدم. هنا الطحال لو لاحظ الاسود ده اسود غامق، على الناحية اليمين بقى فاتح، يعني قللنا التغذية الدموية، وبالتالي بنهبط نشاطه ويقدر يتصرف بصورة طبيعية. فطبعا الإجابة نقدر نعمله، ده الحل الوحيد الأشعة التداخلية. أشكرك شكرا جزيلا على وقتك. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب بجامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، عضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية والأمريكية، عضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، كان منورنا في الناس الحلوة. شرف كبير لينا. شكر جدا لك معنا. شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوة. من أشهر الحاجات اللي ممكن الطفل يتم التنمر بيها هو أنه يكون عنده عيوب بصرية، سواء حاول نظره ضعيف، بيلبس نظارة، هو صغير لسه على العمليه، لا هتلبسه نظاره ازاي؟ تلبسه نظاره اصل انا مكسوف ان انا البس ابني نظاره، هيقولوا للام ان بنتك بنظاره، فهتبقى مكسوفه في وسط العيله ان بنتها بنظاره. اهمال الحول في السن الصغير كارثه، لانه هيؤدي الى كسل العين وضعف الابصار يعني الدائم اللي مش هنقدر نعالجه لو اهملناه في لغايه لما يكبر. دايما اقول للناس لو احنا عملنا ال 100 بني ادم عمليه حول، في 90 منهم مش هيحتاج حاجه تاني، وفي 10 من ال 100 هيحتاج خطوه مكمله. بجد بجد يعني المفروض اي مدرسه بتقبل ان يحصل تنمر على الاطفال تتقفل بشمع احمر. امتى اهلا بكم، امتى نقول انه الست دي او الكابلز، عشان الست برضو انا شوف اللسان غلط، تاخر الانجاب شيء يخص الكابلز، الزوج والزوجه. في ثقافه المصريين ما زال طبعا في حته، في ارقى حته في مصر، طبعا في الحتت اللي لسه الثقافه يعني الف به فيها بيغلطوا غلطات جباره، ممكن الراجل يطلق مراته ما خلفتش لغايه دلوقتي، يلا هنطلقها ويطلق الست، هو مش عارف ان السبب فين، يعني وده مش يعني مش ده الداعي، لانه العلم تقدم في المساله دي. وبعدين يعني شيء مش حلو خالص ان يكون سبب الطلاق ده، انا ممكن الواحد يطلق مراته مش متفاهمين، هي مش مناسباه، هو مش مناسبها، ما بيحبوش بعض بالشكل الكافي، اي حاجه من الاسباب اللي احنا عارفينها، لكن ان تاخر الانجاب ده شيء مش حلو يعني. طيب نرجع لكلامنا، انا بقول اهو انه ثقافه الناس حول تاخر الانجاب فيها علامه استفهام كبيره، فيها غلطات كبيره. ما حصلش الاثنين اتجوزوا بعد شويه، لسه ما حصلش انجاب، وتلاقي الجمل المقصوره من ام الزوج وام الزوجه الاثنين، او من ساعات اختها الكبيره اخته الكبيره اللي بتقوم بدور الحما، يعني تتقال الجمل دي توتر الدنيا. ايه احنا مستنين؟ ما تشطروا بقى، شطروا ايه؟ مش فاهمين يعني ايه الكلمه اساسا. مفيش حاجه حلوه جايه في السكه، مفيش خبر حلو هتقوله لنا، لو فيها نقول. هتلاقي التوتر يزيد في الاسره، والتوتر له تاثير كبير على الهرمونات، يعني الاسترس بيطلع هرمون زي البرولاكتين مثلا، بتاثروا الادرينالين والكورتيزون، كل دول بيعلوا في الاسترس، وده كله في الست بيعمل خلل هرموني فيها احيانا، عند الراجل ممكن يعمل له خلل ويؤدي الى ضعف، حدوث ضعف زوجي، وتقلب المساله بقى من تاخر انجاب له طريقه في البحث العلمي الى بقى دوائر داخله في بعضها. ست تبدا تكره العلاقه الزوجيه لانه هي شايفه ان ده اختبار، انقلبت العلاقه الزوجيه من حاله حميميه رائعه فيها اسرار عظيمه جدا في القرب الى اختبار. الدوره الشهريه بقى حدث مزعج بالنسبة لها جدا ومخيف. النهاردة حوار مهم للغاية مع ضيفتي العزيزة القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال، اللي بتسريني بمعلومات دقيقة للغاية بأسلوب علمي هادئ جدا لكن كثيف المعلومات.
ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة هبة ناصف، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، والحقل المجاري، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، استشاري الحقل المجاري وعلاج العقم من جامعة برمنغهام بالإنجليزية. أهلا بك دكتورة هبة، منوراني وسعيد جدا بهذه الزيارة. عايز أبدأ الأول، إمتى أقول إن في تأخر إنجاب؟ احنا الاول بنقول الزوجين اللي هم جايين يدوروا على الحمل دول نشوف هم عدى قد ايه على الزواج. يعني بنقول اول سنه من الجواز موجود علاقه زوجيه قائمه، يعني الزوج ده مثلا ما بيسافرش، شغله مثلا ما بيتطلبش ان هي انه بيجي يقعد مثلا مع زوجته اسبوع كل شهر او كده، او مثلا بقى لهم سنه او سنتين متجوزين بس بيسافر 6 شهور ويجي 6 شهور، لا يعني لازم يكون عدى سنه من الزواج مع وجود علاقه زوجيه قائمه بين الزوجين دول، وما استخدمتش اي وسيله منع حمل في السنه ديت. بعد سنه بنبدا ندور، لو ما حصلش حمل نبدا ندور ايه فين المشكله. لكن بنقول لو سن الزوجه متقدم شويه، يعني مثلا فوق 38 او 39 سنه، ما بنستناش السنه دي، ممكن نبدا على طول ندور. لو ما حصلش حمل من اول 6 شهور نبدا ندور على طول. ندور بقى، ما هي ندور دي اللي وراها القصص كلها. ايه الاسباب أهم؟ يعني احنا لو جينا قسمنا الاسباب بتاعه تاخر الانجاب عند الزوجين، لو قلنا مثلا ان في اسباب خاصه بالزوج واسباب خاصه بالمبيض والانابيب والرحم والحوض وفي تاخر انجاب غير معلوم السبب، لو ادينا لكل سبب من الاسباب ديت نسبه او هو بيمثل قد ايه من اسباب العقم عامه على مستوى العالم كله، بنقول ان رقم واحد او الموست كومن كوز او اشهر سبب او بياخد اعلى نسبه من اسباب تاخر الانجاب على مستوى العالم كله هو الميل فاكتور او الزوج. الزوج بيمثل 30% من اسباب تاخر الانجاب، و70% الباقيين متقسمين بقى ما بين اسباب خاصه بالتبويض، اسباب خاصه بالحوض، اسباب خاصه بالانابيب، الرحم، او تاخر انجاب غير معلوم السبب اللي هو الانكسبليند انفيرتيليتي. بيبقى الزوجين سالمين بس ما بيحصلش حمل. لو جينا اتكلمنا عن اول سبب او اشهر سبب زي ما قلنا اللي هو الميل فاكتور او اسباب خاصه بالزوج، طبعا يعني احنا بنقول رقم واحد في الانفستيجيشنز اللي بنعملها لاي زوجين مبدئيا جايين يدوروا ايه السبب او ايه اللي اخر الحمل عندهم، هو ان انا بطلب رقم واحد تحليل سائل منوي للزوج. يعني احنا برضو في حاجات سيتد كده وحاجات يعني خلاص متفق عليها على مستوى العالم كله، ان في مثلا انا دلوقتي لما بقول ان في حاجه اسمها بيزل انفستيجيشنز فور انفيرتيليتي او فحوصات مبدئيه لتاخر الانجاب، دي ثوابت على مستوى العالم. يعني ما بقاش مثلا انا هنا في مصر بتكلم بلغه وبره في امريكا الطبيب برضو او الدكتور اللي بيعالج العقم بيتكلم بطريقه تانية. مش اول ما تجي له مثلا يقول لها طب اعملي لي برولاكتين، طب اعملي لي منزل رحمي، طب اعملي لي، طب نبدا حقن مجهري، لا في ثوابت المفروض ان احنا كلنا بنتكلم بنفس اللغه دي، ودي الـ يعني الجايد لاينز هي اللي حاطه الثوابت دي. فالمفروض ان احنا طبعا طالما دي نتيجه الفحوصات او البحوث اللي اتعملت على ملايين من الناس على مستوى العالم، خلاص يبقى احنا نمشي تبع الجايد لاينز دي. فالجايد لاينز قالت ان في حاجه اسمها بيزل investigations for infertility، زي ما برضو في حاجة اسمها basal investigation for أو فحوصات مبدئية للإجهاض المتكرر. برضو العيانين اللي هم بيحصل لهم بالضبط، العيانين اللي هم عندهم بيحصل لهم إجهاض متكرر، برضو ألاقي في ناس طالبة مثلا سكرين حاجات مثلا خاصة بالمناعة، في ناس تبدأ على طول إنها تعمل فحص وراثي الأجنة عن طريق حقن مجهري وتزرع لهم أجنة سليمة، في ناس لا، المفروض برضو إن في بروتوكول كلنا نبقى ماشيين عليه. لو قلنا ان في 6 فحوصات بتتعمل لحالات الاجهاض المتكرر، رقم 1، 2، 3 لحد رقم 6، يبقى دول الاول اطمن عليهم وبعد كده اشوف ايه المشكله اللي عندهم وابدا اتجه ليها. فنرجع لكلامنا ان الفحوصات المبدئيه او الفحوصات الاوليه لحالات تاخر الانجاب عند الزوجين هي 3 حاجات. اول حاجه رقم 1 فيها هي تحليل السائل المنوي، بعد كده رقم 2 اللي هي متابعه التبويض او التحاليل الخاصه بالتبويض، رقم 3 تحاليل خاص او الاشعه بالصبغه او فحوصات خاصه بان الانابيب كويسه، اللي هي مبدئيا يعني اللي كلنا بنعملها كده في اول سنه من الجواز اللي هي اشعه بالصبغه على الانابيب. فكده رقم 1 قلنا اللي هو تحليل سائل منوي للزوج.
تحليل سائل منوي للزوج ده برضو أنا بقول إن هو لازم يكرره مرتين على الأقل. يعني لو أنا لقيت فيه مشكلة في أول تحليل سائل منوي برضو ما أخدش بيها على طول، لازم بيتكرر تاني. دي رقم واحد. رقم اتنين إن هو لازم يعمله في مركز متخصص للخصوبة، يعني ما يعملوش في أي معمل تحليل برة أو أي مكان فيه معمل تحليل كويسة جدا ومحترمة جدا ومتقدمة جدا بس مش متخصصة في تحليل سائل منوي أو مش متخصصة في الخصوبة أو في تأخر الإنجاب. رقم واحد ان هو لازم يعمله في مركز خاص بالانجاب او مركز خاص بالحقن المجهري او بتاخر او بعلاج العقم. طلع تحليل السائل المنوي كويس، خلاص طلع المشكله عند الزوج، يبقى انا عرفت ان في مشكله عند الزوج. على حسب لو المشكله ديت مثلا مشكله ان ما فيش حيوانات منويه خالص داخل السائل المنوي اللي هو الازوسبيرمي، او ضعف شديد جدا في تحليل السائل المنوي من ناحيه العدد الحركه، برضو دي في حاجات ثوابت احنا لازم طبعا الحاجات دي بتتغير من سنه للتانيه. يعني في دلوقتي القشري حاطين ثوابت في تحليل السائل المنوي، كان قبل كده مثلا كنا بنقول ان الزوج اللي عنده، يعني بلاقي زوج جاي يقول لي انا عندي نسبه تشوهات وباخد لها علاج، ابص في تحليل الاقي التشوهات دي 43%، اقول له لا ده طبيعي. يعني دلوقتي احدث كلام بيقول الابنورمال فورم او التشوهات لحد 98% ده اكسبتد، ده طبيعي. فعشان كده لازم اللي يفحص تحليل السائل المنوي او اللي يطلع على تحليل السائل المنوي ده لازم يكون متخصص، او لازم يكون يعني عارف هو هيتعامل مع الزوج ده ازاي. طلع تحليل الزوج سليم، خلاص طلع فيه مشكلة، احنا بنشوف هل ما يصلحلوش غير الحقن المجهري ولا في ممكن هو ياخد علاج. وبرده حتة ان هو هياخد علاج دي برده لازم اراعي فيها سن الزوجة، او مثلا انا هديله علاج لمدة قد ايه، مش اقعد ادي مثلا 6 شهور وبعد كده 6 شهور وبعد كده وانا معرفش سن الزوجة كام. يعني مثلا لو هو عنده مشكله بسيطه بس المشكله دي هتيجي بالعلاج، لازم الاول اشوف الزوجه ايه حالتها. يعني هل الزوجه دي عندها مثلا مشكله تانية ما ينفعلهاش غير حقن مجهري، ساعتها خلاص ابدا على طول اتجه للحقن المجهري. هل الزوجه مثلا سنها فوق ال 38 سنه، يبقى انا ما اضيعش وقتهم في علاج الزوج، يبقى برده علاج الزوج لازم يكون التايم فاكتور مهم فيه جدا. يبقى لازم اكون مركز انا فين بالظبط، كل كيسز او كل كابلز لهم سيتويشن، لهم ظروف معينه، لهم طريقه تعامل، في حكمه في اتخاذ القرار. نروح للزوجه بقى. لو قلنا بقى ال 70% بس برضو قبل ما نسيب الزوج، فيه برضو حالات من اللي بقابلها بيكون فيها عندها مشكله في مشكله جينيه. يعني برضو بنصح ان اي زوج عنده ازوسبيرميا او ما عندوش حيوانات منويه خالص او عنده ضعف شديد في العدد او الحركه او كده يحلل وراثه، ممكن يكون عنده اساسا مشكله جينيه. تاني حاجة إن في حالات بيبقى يعني أنا بفرق ما بين حاجة اسمها unexplained وحالة اسمها يعني unexplained غير مفسرة. يعني مثلا ممكن يكون الزوج دوت عنده مشكلة في تحليل السائل المنوي، وفي زوج يكون ما بيخلفش برضو بس تحليل السائل المنوي بتاعه سليم، يعني السيمن أناليسيس بتاعه أو تحليل السائل المنوي سليم بس برضو ما بينجبش، وجوز واحدة وبعد كده انفصل وجوز تاني وانفصل وجوز تالت وبرده ما بيخلفش، يعني ما خلفش من 3 زوجات، يبقى معنى كده ان هو اللي عنده المشكله. فدي ده بيحتاج فحوصات اكتر شويه، ممكن يكون في عيوب مشكله في الدي ان اي بقى بتاع الحيوان المنوي او كده، الحيوان المنوي مثلا دي ان فريجمنتيشن، تكسر المادة الوراثيه في الحيوان المنوي، حاجه مش باينه في التحليل الكلاسيكيه. تمام. فكل كابلز لازم اشوف انا هبدا معاهم ازاي وهمشي معاهم ازاي. لو جينا اتكلمنا عن ال 70% اللي باقيين اللي هي اسباب تاخر الانجاب الثانيه، في بقى دي كتيره قوي بس كلها لو قلنا مثلا ان في 50% خاصه بالزوجه، طبعا الزوجه دي بقى في حاجات خاصه بالتبويض، مشاكل في التبويض، مشاكل في الانابيب، مشاكل في الرحم، مشاكل في الحوض، دول بيمثلوا حوالي 50%. وال 20% الباقيه دي بتبقى unexplained infertility او تاخر انجاب غير معلوم، السبب بيبقى الزوجين سالمين ما عندهمش اي مشاكل بس ما بيحصلش، عدى سنه على الجواز وما حصلش حمل. طبعا دي لها علاج ودي لها علاج، يعني مثلا اللي هي جايه عندها مشكله في التبويض، زي مثلا اشهر سبب لمشاكل التبويض عند الزوجه هي مشكله متلازمة تكاثر المبايض. تمام. غير الزوجه اللي هي سليمه او اللي بنحطها بقى تحت الانكسبلينت انفيرتيلتي او تاخر الانجاب غير معلوم السبب. يعني مثلا لو جينا اتكلمنا عن تاخر الانجاب غير معلوم السبب، هو بيمثل نسبه عاليه 20% بس هو يعني مشكلته ان هو
يعني مثلا التكيسات انا هلاقي لها حل، هعملها كي هعملها كيل المبيض، هديها منشطات، هعمل لها حقن مجهري، لكن الثاني انا ما بقاش عارفه ايه المشكله. تكيس المبايض لما نقرب منه شويه عايز الناس تفهمه. تمام. هو التكيس المبيضين هو طبعا هو بيمثل نسبة عالية، بيمثل يعني مثلا لو النهاردة مثلا جالي 40 حالة في العيادة غالبا يعني حالتين أو ثلاثة بيبقى عندهم تكيسات المبيضين، يعني هو كومن أو ده أشهر سبب من أسباب ضعف التبويض عند السيدات. بس هو يعني مستو إن هي العيانة دي ما بيكونش مثلا إيه إن هي عندها عقم أو إنها مش هتخلف عمرها، هي بس المشكلة في أول حمل أو حملها مش هيحصل إلا عن طريق حاجة معينة. وبرضو العيانة اللي عندها تكيسات على المبيضين دي مش كل العيانين بيتعاملوا بنفس الطريقة، يعني مثلا عيانة جات لي عندها تكيسات على المبيضين، أشوف الأول هي سنها كام، أشوف المخزون بتاعها قد إيه، حالة المبيض أخبارها إيه، وزنها قد إيه، التحاليل الهرمونات بتاعتها الهرمون البروفايل بتاعها اخباره ايه، هل العينه ديت محتاجه على طول ان انا الجا على طول ان انا اعمل تثقيب للمبيض، ولا الاول امشي معاها بالمنشطات، ولا هي عندها زياده في الوزن، لان يعني احنا عارفين 50% من حالات تكيسات المبيضين بيبقى عندها زياده في الوزن. دي متلازمه على بعضها كده بسبب زياده في هرمون الاستروجين كده، فبيكون عندها زياده في الوزن. فالعيانه اللي بيبقى عندها زياده في الوزن دي رقم واحد انا من غير يعني من غير ما اديها برشامه واحده انا بقول لها روحي، لو سنها لسه صغير تخس. مثلا 20 سنه او 25 سنه، لا روحي نزلي وزنك الاول. ممكن تنزيل الوزن نفسه انا ما احتاجش ان انا اديها برشامه واحده بعد كده. يعني ممكن تنزيل الوزن نفسه بعد كده الاقي الدوره اتظبطت، بدل ما كانت بتاخر 4 شهور و5 شهور الاقيها بقت منتظمه، وممكن يحصل التبويض لوحده من غير ما اديها منشطات ولا اديها اي حاجه. يبقى رقم واحد انها تنزل وزنها. غير مثلا عينه تانية جايه لي مثلا لا هي عينه البادي ماس اندكس بتاعها قليل، مش تخينه يعني رفيعه، عندها ال اتش عالي قوي اكتر من الاف اس اتش، يعني مثلا في حالات بتجيلي الاف اس اتش مثلا يبقى 4 والال اتش يبقى 15 16، رغم المفروض الاف اس اتش في ريشيو ما بينهم في نسبه بينهم تمام 2 لواحد بالظبط. فلما الاقي ال اتش عالي قوي كده، لا العينه دي لها طريقه في العلاج غير العينه الاولانيه. دي لو عملت لها تثقيب المبيض عن طريق المنظار دي هتستفيد قوي منه، غير العينه مثلا اللي هي عندها زياده في الوزن ما دخلهاش على طول على المنظار او ما دخلهاش على طول على الحقن المجهري او ما عملهاش تلقيح صناعي. لا كل عيانه ولها طريقه. برضو العيانين اللي هم في الاخر خالص بلجأ لهم للحقن المجهري، مش كل عيانه برضو بديها نفس البروتوكول، كل عيانه ولها طريقه في العلاج. فهي بس انا بطمنها ان تكيسات المبيضين دي مش هتمنع الحمل، هي بس المشكله في اول حمل، وبعد كده طبعا مع لما بيحصل حمل المره الاولانيه مع زياده هرمون البروجسترون اثناء فتره الحمل بقى كلها 9 شهور وكده بتبدا الهرمونات بتاعتها تتظبط، وممكن يحصل حمل طبيعي لوحده بعد كده. الانابيب، يعني نقرب من الانابيب، ارتشاح الانابيب المشكله المزعجه اللي مشهوره برضو جدا. تمام. هو طبعا الانابيب زي ما اتكلمنا في الاول ان رقم واحد او رقم ثلاثة في البيزل انفستيجيشن او في الفحوصات المبدئيه لتاخر الانجاب هو ان انا بطمن على الانابيب عن طريق اشعه الصبغه. لو لقيت فيها مشكله يعني بحتاج خطوه يعني اكبر شويه، ان انا بقى ايه ادخل بالمنظار واطمن على الانابيب بنفسي. والله كان في انسداد بسيط وقدرنا ان احنا وقت المنظار ان احنا نتجنب الانسداد ده او نسلك الانسداد ده وقت المنظار، خلاص يبقى كده ايه تجنبنا ان احنا ندخلها بقى في متاهات انها تعمل حقن مجهري والعمليه تنجح ما تنجحش وكده. ممكن دلوقتي عن طريق المنظار الرحمي ان احنا لو في انسداد وخصوصا ناحيه الكورنيا او الانسداد ده اقدر اوصل له عن طريق المنظار الرحمي، ان انا اقدر ان انا اسلك المنظار ده اسلك الانسداد ده وقت المنظار. لكن لو الانسداد ده مثلا في جزء بعيد عن الرحم، او مثلا الانسداد ده قلب باتساع في الانابيب او التهاب او ارتشاح في الانابيب، ساعتها بشوف درجته عامله ازاي. يعني برضو مش كل عيانه عندها اتساع في الانابيب او ارتشاح في الانابيب بيرجع ان انا اعمل فصل الانابيب وبعد كده ما ينفعلهاش حمل غير بالحقن المجهري. لا بشوف هل العينه دي ممكن ان انا اعمل فتح الانبوبه او اصلح الانبوبه عن طريق برضو كل دي جراحات عن طريق المناظير، يعني دلوقتي التيوبال سيرجري عن طريق اللابروسكوب او جراحه الانابيب عن طريق المنظار البطني دلوقتي تقدمت قوي وبقت عمليات دقيقه جدا وبتجيب نتائج بس في الحالات اللي بتبقى الانبوبه بتاعتها كويسه،
يعني ما تجيش مثلا لحاله الانبوبه بتاعتها الجدار بتاعها بدا يبقى رفيع، بدا يحصل الاهداف بتاعتها بدات تتدمر، بدا يحصل ارتشاح كتير او على حسب الدايمترز بتاعتها او كده، واحاول ان انا اصلح لها الانبوبه. لا يبقى كده ما ينفعش غير ان انا اهدار لوقت واهدار للتقنيه مش في محلها. تمام بالظبط. فكل برضو حاله طبعا المنظار هو اللي بيشخصها لي الانبوبه حالتها ايه بالظبط، وهل ينفع معاها حمل طبيعي ولا ما ينفعلهاش غير حقن مجهري. المناظير دورها، انت نوهت على المناظير الانابيب، لكن المناظير دورها في التعامل مع تاخر المنجري وصل لقد ايه؟ انا بتكلم على هل نقص يعني برضو عشان ربنا كلامنا في دماغي مناظير البطن. تمام. يعني اكيد انت هتقولي والمناظير الرحميه. تمام. هو يعني حتى احنا دلوقتي معظم الجراحات بقت تتم عن طريق المناظير، حتى الاورام اللي فيها استئصال الاورام اللي فيها في دلوقتي يعني نسبه عاليه من الاورام اللي فيها ممكن تعمل عن طريق المنظار. يعني بدانا بقدر الامكان ان احنا نتجنب عمليات فتح البطن. لو في برضو طبعا بنقول ده الملك في تشخيص وفي علاج بطانة رحم المهاجرة، يعني لو في بطانة رحم مهاجرة بس برضو يعني بشروط، يعني تكون مثلا درجتها قد ايه، مكانها فين، مأثرة على المبيض، المخزون اخباره ايه، يعني اعمل لها المنظار عشان اعالج البطانة المهاجرة دي ولا على طول اتجه للحقن المجهري. طبعا لو سنها يعني في حاجات كتير قوي لازم اخد بالي منها. هو بيلعب دور مهم جدا في انه يشخص، يعني التشخيص المبكر ده مهم جدا لحالات بطانه رحم المهاجره. ممكن ادخل بالمنظار واشخص بطانه رحم المهاجره وهي لسه في بدايتها قبل ما تبدا تكبر وتكون لي اكياس شوكولاته وتبدا تدمر المبيض وتبدا تعمل التصاقات داخليه. ممكن ان انا اشخصها بدري، ممكن ان انا اعالجها بدري وقت المنظار. فطبعا المنظار ده مهم جدا في تشخيص وفي علاج البطانه المهاجره. بس لو يعني جينا اتكلمنا عن بطانة رحم المهاجرة عامة، برضو أنا بشوف هل العيانة دي هتستفيد من المنظار ولا على طول ألجأ للحقن المجهري. طبعا على حسب سنها، على حسب مخزون المبيض، على حسب هو عامل التصاقات ولا لأ. هتستفيد من المنظار لو هو لسه في بدايته، مش كل الحالات زي بعضها. حسب الجايد لاينز. يعني الجايد لاينز دلوقتي تغيرت. الإشري في آخر مؤتمر له في 2019 أدى جايد لاينز مختلفه تماما عن اللي كانت قبل كده في التعامل مع بطانه رحم المهاجره، ومقاييس دقيقه جدا امتى هتدخل وامتى ما تدخلش وامتى تسيبها خالص. تمام. والجا للحقن المجهري على طول. تمام. امتى اشيل الكيس، حتى لو حتى دلوقتي ان هم بداوا يقللوا السيرجري قبل عمليه الحقن المجهري. يعني حتى قبل الحقن المجهري، حتى لو العيانه عندها اكياس دمويه، لا ما تجيش ناحيتها، ادخل اعمل الحقن المجهري واسحب البويضات وسيب الشوكليت سيست دي زي ما هي. الا اذا يعني كانت درجه سيفير قوي متقدمه قوي لدرجه انها ضغط على البويضات، مش قادره البويضات تكبر منها، او انا مش قادره اسحب البويضات من الاكياس دي. لكن لو مثلا عيانه جايه مثلا عندها برده من الحالات اللي بشوفها، عيانه جايه عندها كيس دموي على المبيض مثلا 3 سم وعايزه تعمل تستأصل الكيس ده قبل العمليه، علشان طبعا احنا عارفين ان هو بيأثر على النجاح بتاع العمليه. لا ما ينفعش، احنا بندخل نعمل العمليه واخر اخر قشري قال ان شيل او استئصال الكيس الدموي ملوش اي رول قبل عمليه الحقن المجهري، ملوش اي دور قبل عمليه الحقن المجهري. هو اهدار وقت واهدار فلوس بالظبط، وخصوصا لو المخزون بتاعها يعني واقف على الحركه. بالظبط. مقلقني مخزون المبي. القشري او كل التعامل مع بطانه الرحم المهاجره فيها درجه من الحكمه والكونسرفت، مدرسه يعني اوروبيه انجليزيه، وده بيخليني اهنيك على الدبلومه من برمنغهام، مش سهله. برمنغهام جامعه متميزه للغايه. احكي لي بقى كانت في ايه بالظبط؟ طبعا كان في تاخر الانجاب كله، علاج العقم عامه، في وطبعا في الحقن المجهري برضو. الميزه برضو ان احنا يعني درسنا كل الجايد لاينز، يعني اخر حاجات اتقالت في الجايد لاينز كلها ان احنا ازاي نطبقها على المريض، ازاي ابدا مع المريض في يعني ابدا منين بالظبط. يعني العيان دوت مثلا على طول اعمل له حقن مجهري ولا ابدا معاه على طول بالمنظار ولا امشي معاه، والخطوات اللي انا همشيها دي هتوصلني لحد فين علشان
ربنا يكرمهم في الآخر، أو أشخص أوصل للتشخيص السليم عندهم وأوصل للعلاج السليم لحالتهم. الخطة العلاجية، الخطة العلاجية للتعامل مع تأخر الإنجاب تحتاج إلى الكثير من الحكمة، تحتاج إلى الكثير من التأني، من التروي، من العلم المركز جدا، الملم بكل فريق عمل، لازم في عمل، لأنه الذكورة مهمة جدا جدا، احنا اتكلمنا عنها في بداية الكلام، لكن لازم يكون فريق العمل شايف الأمور كلها بشكل كامل سواء في الذكورة أو في النساء. نورتي وشرفتي وأسعدتيني بهذا الحوار الممتع جدا. ضيفتي العزيزة صاحبة العلم المتميز دكتورة هبة الناصف، استشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم من جامعة برمنغهام الإنجليزية. نورتي وشرفتي وسعيد جدا بهذا اللقاء، خليكوا دايما معنا. أهلا بكم. هناك أفكار في عقول الناس ينبغي أن تصحح حول الفيلر. لازم نفهم الفيلر صح. الفيلر في فكر التجميل الحديث لم يعد فقط هدفه الملء، ولكن هدفه إصلاح أشياء كثيرة جدا. الفيلر فن دلوقتي، فن أدواته في إيد المتخصصين ممكن تدي نتائج رائعة، في غير المتخصصين أو المش مدربين بالشكل الكافي النتيجة هتبقى وخيمة جدا، نتائج مش هتبقى حلوة. ومش هتبقى حلوة دي على فكرة ممكن جدا ما تبقاش للمريضة، للإنسان البيش يعني، ممكن جدا برضو هي نفسها، في ستات بتضغط على بعض الناس اللي مش متخصصة بالشكل الكافي أو مش محترفة بالشكل الكافي وتخليهم يأفوروا في وإحنا شفنا الكلام ده في الدراما في رمضان، شفنا ممثلات أو فنانات في رمضان ملامحهم متغيرة، وده غلط كبير جدا جدا جدا. ملامحهم واضح فيها تأثير الفيلر، وده غلط. تقوم تقولي طب ما هو واضح، ده كويس باللغة المصرية، الصرف باين في الفيلر، الصرف لما يكون باين مش حلو. الجمال في الفيلر انك ما يكونش بالنسبه لك الامور باينه قوي، يبقى الصح معمول والتمام مظبوط في مقاسات الوش، لكن من غير لغه، بلغتنا البسيطه افوره. تعالوا نفهم هذا الفيلر ما له وما عليه بالتفصيل النهارده مع ضيفتي، واحده من الاسماء المتميزه والقديرة جدا في هذا المجال، واللي بتسعدني جدا بأدائها العلمي الراقي جدا، والحقيقة ما شاء الله يعني أداء علمي في الفترات الماضية ولا أرقى ولا أجمل. تعالوا النهاردة نرحب بضيفتي العزيزة، ضيفتي العزيزة الاسم اللامع دكتورة سالي محمود حمدي، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، وصاحبة البورد الأمريكي في عالم التجميل، ماجستير أمراض الجلدية والتجميل والليزر، عضو الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية والجمعية والأكاديمية الأمريكية لطب التجميل والجمعية الأوروبية للأمراض الجلدية. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك، منوراني، ربنا يخليك. هبدأ الأول في جملة مهمة قبل ما هو سؤالين، الفيلر استخداماته الأحدث الآن رؤيتكم فيه إيه، وقبل ما أدخل في استخداماته رؤيتك إيه للأفوارة ساعات في استخدام الفيلر، أكيد دي شفتيها في رمضان. شفتها في رمضان بالظبط، ومشكلة العيانين ان هم بيشوفوا الفنانين وعايزين يعملوا زيهم، فدي بتبقى مشكلة جامدة جدا. وفي ناس بتبقى متخازمة معاك بتقول ان الصرف باين، في واحدة تيجي لو شافت ان هو مش باين انها حقنة ده معناه ان هو وحش،
بالعكس هو المفروض التميز في انك تعرف تحن وتخلي الشكل حلو من غير ما يبين انك عامل حاجه اصلا. يعني تبقى بس الكومنت اللي بتسمعه من اي حد قصادك انت محلويه، انت فيكي حاجه، من غير ما اخد اقول ايه لا انت عملتي خدودك، لا انت عملتي شفايفك، لان كم الفيلر اللي بيتحقن زي ما حضرتك ما بتقول بطريقه اوفر بتخلي فعلا الشكل مش حلو اصلا. فهي دي المشكله. فبنحاول قدر المستطاع ان لما بيجي لي العيان ان انا بحاول ان انا ايه افهمها ان هي قصه مش بالزياده، او مثلا فكره ان انا لما بقولها احقن ابره 2 3 مش معنى انا بقول عدد ده معناه ان احنا هنكبر، لا هي بيبقى لها طريقه توزيع معينه في الوش بطريقه حقن معينه، نقط معينه تتحقن فيها بكميات بشكل مختلف، هي دي اللي بتديني اللي انا عايزاه، انها ممكن ترفع خد، انها ممكن تشد دقن شويه، او انها تبتدي تحدد فك شويه، برضو بدون تفاصيل، بدون ما احنا ايه هي مش قلم ومسطره، يعني مش قاعدين ماسكين القلم ومسطره اللي هو ايه لا لازم دي تبقى 90، لا لازم دي تبقى كذا، هي ما تمشيش الدنيا كده خالص، بس المهم ان الناس تفهم. هنروح للحته دي قوي، بس هبدا بقى بالكلاسيك واي في الشرح اللي احنا نفهم استخدامات الفيلر ايه دلوقتي. هو الفيلر عامه هي ماده مالئه وات ايفر النوع بتاعها، في الهيلورونيك اسيد، في كذا نوع، بس هو ده الاكثر شيوعا هو الهيلورونيك اسيد، هو ده اللي موجود. الفكره ان هو حته فاضيه انا حاملها، فانا عندي مثلا تجويف تحت العين فاضي فانا حاملاه بفيلر، انا عندي الخد ده بدا ان هو ينزل شويه فانا هبتدي املاه شويه، خط الابتسامه نفس القصه، الدقن محتاجه ان انا عايزه احدد هو برزه شويه يبقى دي حته فاضيه وانا عايزه املاه، نفس القصه في الفك، عايزه اظبط الشفايف، عندي مثلا كسره مثلا في الانف بشكل معين وعايزه ان انا احسنها، فممكن الفيلر لو اتحقن بطريقه مظبوطه في الاماكن دي يبتدي يدي نتيجه طبيعيه وشكل جمالي حلو. حدث بالفعل انه ناس بصت للموضوع شافته بقى تابعته واشتغلت في مكان ليس لهم علاقه بالطب، يعني مش خريجي كليه الطب، ليس لهم علاقه بتخصص حضرتك، مش ناس متخصصين في الجلدية والتجميل، مش دكاترة أساسا، فلو يعني سولت لهم أنفسهم أن الأمر سهل فدخلوا في هذا العالم مشكلة، وعملوا في شقة ما قلبوها من مركز تجميل بتاع كوافير شكلا إلى مركز تجميل من غير كوافير بالضبط، ولبسوا بلطجة. هي المشكلة البلطجة ده اللي عامل المشكلة. والله أنا مش عارفة أقول لك إيه، يعني هي الفكرة ده جزء إن إحنا في ناس مش متخصصة وكده وخدت الموضوع زي ما بيقولوا إيه بالدراع، اللي هو يعني هو أنا بتفرج على فيديو وشفت حد ماسك إبرة وبيحقن هنا وشفت إن الأمور مشيت كويس، خلاص أنا هاخد الإبرة وأحقن هنا وهتمشي. هي ممكن تمشي، يعني أنت ما بتعرفش الأمور تمشي إزاي، بس هي الفكرة إن الموضوع مش بس محتاج طبيب، ده عايز طبيب وطبيب جلدية أو جراح تجميل، ناس متخصصة، مش بس إن هم فاهمين هم بيحقنوا إيه ولا بيعملوا إيه، لا ده عارف التقسيم التشريحي بتاع الوش مثلا اللي بنشتغل فيه، هو الوش ده هي مش جلد أنا بحقن فيه، ده فيه شرايين، ده فيه أوردة، ده فيه أعصاب، أنا لو خبطت في حاجة منهم عملت مأساة للإنسان اللي قدامي، فهي الموضوع مش سهل، هي مش حتة فاضية وأنا بملاها وخلاص. يعني احنا مش هنتكلم في ان النتيجه طلعت حلوه او وحشه، احنا بنتكلم انها ما وصلش العيان بتاعي لنتيجه ماساويه، احنا بنوصل ان في ناس ممكن طريقه حقن للانف غلط، بيحصل غرغرينا في الانف، الانف دي ممكن تلاقيها دي وقعت، لو حقنا بطريقه غلط في ناس بتوصل لحد العمى، عشان بس انا مش عايزه اخض الناس، بس هي ناس عشان تفهم قد ايه ان انت لما تروح لحد مش متخصص ممكن يوصلك لحد فين، مش موضوع ان انا بحقن وطلع شكله مش حلو خلاص هيقعدوا الكام شهر بتوعه ويروح، لا خالص. فهي دي الفكره انا بتكلم فيها، ان حتى ايفن في تخصص الجلديه والتجميل دوروا دايما على الدكتور الخبير اللي ايده زي ما بيقولوا في الشغلانه، يعني هي دي القصة لأنها بتفرق كتير. الفكرة في الخبرة، إن لما حد بيكون بيشتغل ومد إيده في الشغل ده وبالشكل بالطريقة دي هتلاقي الدنيا فرقت كتير، مش بس في الشكل، في النهاية ما عملش مشاكل. هبدأ بالوش.
السؤال اللي يعني الناس بتفكر فيه وده سؤال مهم قوي، مين الوش اللي يصلح له فيلر ومين الوش اللي ما يصلحلوش؟ هي القصة في الآخر هي تقييم دكتور. أنا لو حد دلوقتي مثلا حد خس كده، سواء بقى كان خسسان طبيعي، الناس اللي بتعمل عمليات تكميم وبينزل وزنها يعني جزء كبير من وزنها فجأة بيلاقي الوش وقع. طيب الوش وقع ده في القصة أن أنا محتاج أملى الفراغ اللي راح، فحبتدي أدور أن أنا عايز أحقن. لو احنا بنتكلم ناس طبيعتها اصلا وشها صغير، صغير طبعا بالمعنى الناس مش بتبقاش فاهمه ان صغير دي يعني حجمه صغير، لا صغير دي يعني معناها ان في عدم تناسق في بعض اماكن معينه، الحته دي ساعات بتبقى داخل لجوه هي طبيعتهم كده بدون خساسين. نفس القصه الناس عندها وراثة التجويف اللي تحت العين، وممكن يبقى ما شاء الله خدودهم جميله ووشهم مليان بس عندهم التجويف اللي تحت العين، مفيش حاجه تقدر تحله غير قصه الفيلر. فدي لما نتكلم في الحاجات اللي هي حتى لو في سن صغير ممكن نبتدي نتعامل معاه. فكره بقى ان انا احقن شفايف مثلا عشان الشفايف مثلا صغيره شويه فانا عايزه ابينها بس اخلي شكلها احلى، او ان انا مثلا ابتدي ابين بس جزء الفك بتاعي، دي من الحاجات برضو دي بيبقى الموضوع تجميلي اكتر منه حاجه تكون علاجيه. اللي برضو بقى مهم قوي اليومين دول فكره علاج الابتسامه اللثويه بالفيلر، دي بتبقى أغلبيتهم ناس بيبقى خط الشفايف اللي فوق بيبقى رفيع قوي لدرجة ان هم العيان مجرد ما بيضحك بتختفي الشفايف اصلا، فساعتها بنلاقي نفسها لا محتاجين نحقن فيلر. طبعا ده بالتعاون مع زمايلنا دكاترة الاسنان لو محتاجين بقى قص لسه قصص زي دي، فده بيبقى مور لسه اللي بنبقى محتاجينه في حالات الفيلر. هقرب من الفيلر بتاع الشفايف الاكثر شهرة، الاكثر اللي هو يمكن الفيلر اتشهر بيه الاول بالظبط. ايه الموضه دلوقتي؟ ايه المقاييس الصحيحه عشان الست ما تتحولش الى دونالد داك؟ بالظبط. يعني الموضه حاليا الراشن ليبس، الشفايف الروسيه، كويس، بيبقى لها تحديد بشكل معين، لها قلبه بشكل معين وكده، احنا لها طريقه حقن بحيث ان هي تدي شكل الراشن ليبس، ودي دي ترندي اليومين دول. طبعا هي مش لكل الناس، يعني مش كل الناس هيمشي معاها موضوع الراشن ليبس، انما لو احنا اتكلمنا على المقاييس الصحيحه لان احنا ازاي نعرف نختار العيان ده دي تنفع يتحقن لها بالشكل ده ودي تتحقن بالشكل ده، بتبقى تقسيمه او نسبه ما بين الانف الشفايف الدق، دي اول نقطه في نسبه معينه لازم تتعمل، دي حاجه. الحاجه الثانيه النسبه اللي ما بين الشفايف الشفه العلويه والشفه اللي هي السفلى، دي برضو نسبه من النسب اللي لازم ندور عليها. السن، ما هو ما ينفعش دلوقتي تكون حد كبير في السن شويه وانا اقول ايه بس هي شفايفها ممكن اعمل لها لا بلامبي لبس، مش هينفع، ما ينفعش اعمل، ما اعرفش اعمل شفايف كبيره معي. غير كمان قصه السن، تقسيمه الوش عامله ازاي، يعني لما بيكون حد مثلا عندهم عينين واسعه بحواجب بجزء الجمجمه كده من هنا ده عريض شويه بيليق عليهم ان الشفايف تبقى باينه، يعني فدي بتبقى قصه شويه بتبقى فيها نسبه وتناسب وفيها نظره دكتور بيشوف ايه اللي مناسب للعيان بتاعه. انا عجبني قوي ان انت اضافاتك يعني محسوبه بالملي، يعني في الصور في الحالات لا انت شغاله بطريقه الملي. انا اولا مش بحب الاوفر، يعني ده انا باين. ده باين. انا بحبه على فكره، دي صور بروفيشنال، يعني لو احنا رجعنا للصور رجعنا صورتين ولا حاجه، دي صور تصوير محترفين اللي هو مقربين قوي واخدين زوايا معينه عشان يبين الصور بالظبط كده. وفي نفس الوقت مع احترام طبعا خصوصيه المريض ان احنا دايما مش مبينين صورهم بشكل بالظبط. فهي الفكره ايه اللي لايق، ايه اللي لايق معاها، ايه اللي لما هي هتتعمل هيطلع شكله حلو، مش موضوع ان انا المفروض احدد. يعني في ناس مثلا بيتعمل لهم تحديد، في ناس ما بيتعمل لهمش، في ناس بتديهم لا حجم للشفايف، في ناس بتحس ان هم اصلا نسبه الشفايف بتاعتهم من فوق لتحت مش ماشيه مع المفروض، فانت تبتدي تظبط النسبه دي. مهم قوي ان انت كمان تاخد بالك من النسبه، يعني انا في عيانه بتبقى جايه تعمل شفايف بس لازم اقول لها لا انت محتاجه كمان تعملي الدقن عشان يمشي
تمشي الانف مع الشفايف ده عشان في الاخر تبقى منظومه على بعضها شكلها يعني مترتبه، مش موضوع ان احنا بنحقن كان الشفايف دي حاجه جزء المشي لوحده، لا هي لازم كله على بعضه يبقى ماشي. حلول كتيره للابتسامه اللثويه. في الصوره اللي فاتت مثلا مثال الابتسامه اللثويه كان واضح جدا جدا. دي كمان ابتسامه لثويه. طبعا الابتسامه اللثويه فكره طبعا البوتوكس بيشتغل فيها كتير، بس هي بتختلف، هي المشكله عضلات ولا المشكله من اللثه عشان دكاتره الاسنان يشتغلوا فيها، ولا هي القصه اللي مبينه ان الشفايف من فوق زي ما احنا شايفين رفيعه، فمجرد منها بتبتسم بدات اللثه كلها بينت وبين السنان كلها. أو الثلاث حاجات. أو الثلاث حاجات بالظبط. لما بلاقي الثلاث حاجات أنا الصراحة بخلي دكاتره الأسنان يشتغلوا الأول. طبعًا. هم كده يعني ساعتها هم بيظبطوا شغلهم هم الأول، سواء بقى كده مشكلة في الفك في اللسة، وبعد كده نبتدي إحنا نرتب على شغلهم، نبتدي نشتغل وراهم. الأنف الفيلر يحل بعض مشكلته. بالظبط. احكي لنا بقى. فكرة الأنف يعني مثلا لو بنتكلم الناس اللي بيبقى عندها إعوجاج بسيط، في ناس مثلا بتلاقي لا في نتوء طالع في نص الأنف، فبتلاقي ده داخل لجوه وهنا داخل لجوه، فتبتدي انت عايز تدور انك الفيلر عايز يخليها مور سلم. الأنف اللي هو بيسموه الأفطس أو الأفريكان نوز اللي هو أو الأيشن اللي هو الأسيوي أو الأفريقي اللي هو بيبقى معروف ما فيش العظمة دي بتبقى أصلا مش موجودة. فهي الفكرة إحنا بنعمل لهم إيه؟ نفس فكرة الميك اب أرتست لما بتيجي تعمل كونتور للأنف بالميك اب، إحنا بنعمله بس بنعمله بالفيلر بس، بحيث ان هو لما يجي انعكاس الاضاءه يجي على الانف يجي ستريت، يجي خط مستقيم، ما يطلعش ان هو يطلع ايه حته فوق وحته تحت. وده برده لما بيجي يتعمل سبحان الله بتخلي الانف يبان كانه اصغر، رغم احنا ما لعبناش يعني ما لعبناش في الغضاريف هنا ولا بنيجي ناحيتها، بس مجرد استقامه الانف هنا تلاقيه يبتدي يرفع ارنبه الانف من هنا ويبتدي يحسن الشكل ويخليها شكلها لا يعني، لدرجه ان في ناس ساعات بتيجي تسالني تقول لي هي دي معموله جراحه، وهي انا بعيده خالص عن قصه الجراحه، انا القصه قصتي فيلر بس. بس هي الفكره ان احنا ازاي بنحقن، عارفين بنحقن ايه، وهل فعلا الحاله اللي جايه دي فعلا مناسبها فيلر اصلا ولا لا. لان ساعات بتبقى عيانه جايه وهي القصه بتاعتها اللي محتاجه انها جراحه اصلا، فالمفروض الواحد يكون من المهنيه ان هو والله انت محتاجه جراحه يبقى تاخدي بعضك وتروحي تعملي جراحه. هروح بقى لاكتر حاجه تم توجيه الاتهام واللوم ليها في شكل ممثلات في رمضان، الجو لاين، حز الفك. مشكلة حز الفك ان هو بقوا معرضينه قوي، وده ماسكولاين فيتشر، ده مظهر من مظاهر الرجوله وليست ان هي المفروض بتاعتنا احنا. بالظبط. بتاع التكساس دي التكساس دي رجالي خالص يعني. احنا التكساس لاين بتاعنا. بالظبط. فهي فكره ان هو ما فهموها غلط. والله ما فهموها غلط. بالظبط. فهي دي الفكره، انا ما ينفعش اعرض من هنا. امتى ادور على القصه دي بالنسبه لواحده ست؟ لو هي رسمه الجمجمه عندها عريضه كده، عارفه اللي هي نظام المثلث ونازله رفيعه قوي، ساعتها عرض بسيط من هنا لمجرد ان انا اخلي فيه نسبه وتناسب من المنظر من هنا لهنا بس. انما فكره ان انا اعرض 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 لغايه ما اوصل لمرحله ان ده بقى فعلا فك عريض زيه زي اي راجل، هو ده يا جماعه مش دي الطبيعه يعني. احنا لو جمجمتها اقرب للجمجمه اليونانيه، الشكل الاغريقي اليوناني اللي هو الجمجمه الكبيره الوش اللي تفاصيله كتيره وتقدر تسمح بالحكايه. حتى الرجالي مش كل الناس بيليق عليهم. هي برضو هي رسمه يعني، هي رسمه وتقسيمه، يا تظبط يا ما تظبطش. فهي الفكره احدد فك حلو، تحديد الفك ينفع بالنسبة للسيدات لطيف، في إن أنا في ناس بتلاقي الخد مع الجزء بتاع الرقبة وان بيس يعني، عارف جزء واحد كده مفيش تحديد، فيبتدي جزء بقى اللي هو إيه الدقن المزدوجة واللغلو والقصة دي تبتدي تبين. فلو إحنا كده إحنا في صور حالات باينة كده إنها مجرد ما عملنا الفيلر في جزء الفك مع الدقن اتحدد الوش بان أرفع، وفي نفس الوقت حدد لي دي شدلي الجزء اللي هنا خلاه ما بقاش باين، فيبقى احنا كده عملنا حاجه حلوه. دي تبقى ساعتها ماشي. غير كل كده اللي احنا قلناه النتائج بتاعته بتظهر امتى؟
في ساعتها immediately. immediately. بس انا دايما بقول ان الفرة لما بياخد وقت شوية لا بياخد بيدي شكل احلى. لان ساعات ممكن بعد الحقن على طول حد يورم نزل نقطتين دم مكانه عمل كدم عمل حاجه فممكن يخلي الدنيا شكلها مختلف شويه. انما لو ادينا له فرصه يوم في التاني لا كل ما بيعدي عليه وقت الصراحه بيطلع الشكل احلى. نورتي الناس ربنا يخليك. ضيفتي العزيزه الاسم المتميز جدا في عالم الجلديه دكتوره سالي محمود حمدي اخصائيه الامراض الجلديه والتجميل والليزر وصاحبه البورد الامريكي لطب التجميل وماجستير الامراض الجلديه والتجميل والليزر عضو الجمعيه الامريكيه للامراض الجلديه عضو الاكاديميه الامريكيه لطب التجميل والجمعيه الاوروبيه للامراض الجلديه. نورتي الناس الحلوه. ربنا يخليك منوره بيك. اهلا منوره بيك. خلي بالكم النبي من نفسيكم ما تسمعوش كلام الشياطين وبلاش الافكار الاوفر دي اللي تودي في 60 سلام. خليكم مع الناس الحلوه. دكتور يسري الحميلي استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري كليه طب قصر العيني جامعه القاهره عضو الجمعيه الاوروبيه لجراح المخ والاعصاب مدير مستشفى نيورو سباين. اهلا بكم. احنا لازم نحافظ على ظهرنا. ارجوكم يا جماعه حافظوا على ظهركم. أرجوكم ما تشيلوش حاجات وتعملوا حركات مفاجئة تضر الظهر. التهور مفيش منه فايدة. لما نيجي نشوف العالم كله على فكرة في حالة تهور كبيرة جدا في التعامل مع الظهر والنتيجة بتكون وخيمة جدا. التهور المصري بيكون إن أنا بساعد أختي في الجهاز فأروح شايل شيلة جامدة. بعمل منظر كده في فرح ولا في حاجة فشيل العروسة لأني فرحان. الانتخابات ايا كان بقى اي انتخابات يعني انتخابات نوادي انتخاب مش عارف نقابه انتخاب اي حاجه واحد لازم يشيل حد. يعني في واحد فوق وواحد تحت واللي فوق ده بيهتف واللي تحت اللي فوق بيجي له كسر في ظهره واللي تحت بيجي له كسر في ظهره الاثنين. الجراحات تقدمت لكن بلاش التهورات. والجراحات تقدمت وبقى في نوع معين من الجراحات دلوقتي اسمه الجراحه الملاحيه. هنشوف معنى كلمة الجراحة الملاحية. العالم كله على فكرة ناحية النافيجيشن ناحية الجراحة الملاحية وقاية أعرف أنا داخل فين كل حاجة شايفها في فروع كتيرة في الطب. يعني في الأسنان النهاردة في المخ والأعصاب هنتكلم على الجراحة الملاحية. النهاردة أكيد يعني هنستمتع جدا بحوار إكسترورديناري مع ضيفي العزيز القيمة الجراحية الكبيرة واسم جراحي يعني ولا أروع وما شاء الله مهارة خاصة جدا في تنفيذ الجراحات صعبة جدا والتقدمية العلمية التكنولوجية اللي أحرزها في نيوروسباين حاجة تدعو للفخر في مصر وأكيد برضو جزء كبير جدا من السياحة العلاجية أكيد يكمن في هذا المكان في الصرح الكبير اللي ضيفي العزيز بيقوده ضيفي العزيز الجراح المتميز الأستاذ دكتور يوسف الحميلي. أهلا بك دكتور. أهلا دكتور. حييك طبعا على السياحة العلاجية وحييك على التقدم التكنولوجي الكبير الموجود. الحقيقة أنا متشكر جدا ومتشكر جدا لكل مريض أنت أفدته. وعلى فكرة أنا بيصلني كثير من المرضى اللي بيحبوك قوي وبيدعوا لك كتير جدا. والله وحضرتك. وأنت كنت سبب في أن هم ربنا يهديهم إلى يعني طرق الشفاء. وعلى فكرة كل مريض بنعمل له عملية ناجحة جزء منه كبير في ميزان حسناتك. ربنا يكافئك عليه. ده اللي اشكرك حقيقي. يعني هي طبعا علاقه جميله جدا سنوات طويله من العمل الدوم الحقيقه. وبحيي فيك افكارك الجديده وابداعك المتواصل. واعذرني ان انا ما بجيش كتير. انت موجود على طول. احنا بس يعني احنا عندنا ما شاء الله مكتبه كبيره جدا لكل التاريخ الطويل والعمل المستمر. مكتبه اسبوعيه بنطرح فيها افكار في دكتور وفي الناس الحلوه ما شاء الله. يعني والجراحه الملاحيه اول من تحدث فيها في الوطن العربي كان حضرتك. وعلى فكره يعني انا ابشرك يعني افرحك بحاجه انه فكره الملاحه دخلت في الاسنان. بقينا دلوقتي نتكلم في فكره النافيجيشن في الاسنان وفي كل حاجه. يعني صحيح. مش بس يعني بقت في المخ والاعصاب في العيون كل حاجه. الحقيقه هو فكر متقدم قاده جراحي المخ والاعصاب من مئات السنين. يعني الجراحة الملاحية دي بدأت بما يسمى بالجراحة المجسمة. بدأها عالم جراحة مخ وأعصاب مع مهندس وكان الهدف منها تسهيل عمليات الشلل الرعاش قبل اختراع أدوية الشلل الرعاش الناجحة اللي هي الـ L-DOPA ومشتقاتها.
وتطورت مع تطور الكمبيوتر، أصبحت جراحة ملاحية على غرار الملاحة اللي بيعملها الملاح سواء في البحر أو في أغوار السماء أثناء قيادة الطائرات. واستخدام التقنيات الحديثة اللي هي الأشعة داخل غرف العمليات، استخدام استحساسات العصب، قياسات درجات وتوصيل العصب داخل العملية الجراحية، كل دي أبعاد أخرى أضيفت إلى العملية الجراحية. فأصبحنا النهاردة بنعمل العملية الجراحية بشيء في منتهى الدقة، والأهم من ذلك أن الجراحة الملاحية بتتيح لنا خطة مسبقة لكل عملية تتناسب تماما مع حالة المريض ومع المرض بتاعه. حتى لما بجي أعمل عملية ورم في المخ ببقى عندي الأبعاد بتاعة الورم والسيناريو المتوقع من الوقت للعملية الجراحية، وده بيفيد كتير جدا في تنظيم جرعات الأدوية المستخدمة في التخدير والإفاقة ورعاية المريض بعد العملية. هقف بقى عند تفهيم البسطاء والناس العادية لمعنى مفهوم الجراحة الملاحية، ونرفع المستوى شوية ونقول إيه آخر إصدارات الجراحة الملاحية في جراحات العمود الفقري تحديدا. هي الجراحة الملاحية بالضبط هي طريقة بناخد بيها كل المعطيات بتاعة المريض نحطها على الكمبيوتر، وفي أثناء العملية الجراحية في قياس دقيق لكل خطوة بنخش فيها العملية الجراحية. بتدخل أي حاجة داخل جسم الإنسان بتبقى متصورة، والصورة دي بتظهر على الأشعة بتاعة المريض عشان تدينا الخريطة التطبيقية لخطوات العملية الجراحية. بمعنى أنا برسم سيناريو، هعمل عملية بالمنظار، أنا معايا الجراحة الملاحية تقول المنظار ده داخل فين، على بعد قد ايه، انا اخترقت الجلد دخلت الى طبقة اخرى، انا داخل على العظم بتاع الفقرات، في مداخل طبيعية ما بين الفقرات وبعضها هدخل من خلالها استطيع ان انا استأصل الغضروف. يمكن لو معنا بعض الفيديوهات الارشادية هتبلنا هنقدر من خلالها نشوف الكلام ده بشكل اكثر دقة. في عملاقين بدأوا مع بعض او يعني بدأ نجمهم يبزغ في عالم المخ والأعصاب، جراحات الملاح أو الجراحات الملاحية وجراحات محدودة التدخل. فعايزين نبص برضو يعني احنا يبقى الحوار دايما ماشي متوازن ما بين الاثنين. يعني ايه كلمة محدودة التدخل؟ اللي اخترع جراحات محدودة التدخل هم علماء الجراحة الملاحية. أبرع ناس تعمل عمليات محدودة التدخل هم الأساتذة المتخصصين في الجراحة الملاحية. أنا مش بقول كده عشان أنا راجل أول من تخصصت في الجراحة الملاحية في الشرق الأوسط، لأ أنا بقول كده عشان ده العلم الحقيقي. اختراع إن احنا ندخل نعمل العملية من ثقب صغير في الجمجمة أو من فتحة صغيرة في الظهر ما ساعدناش في ده إن احنا نعمله ونطبقه صح إلا الجراحة الملاحية. وبالتالي هي الفرع الأساس الذي انبثقت عنه كل هذه التدخلات الجراحية. يكفي ان اول عمليه اجريت بالريبوت كانت عمليه بالجراحه الملاحيه في المخ. العمليات اللي بتتعمل اللي هي التيلي سيرجري او العمليات الجراحات عن بعد كلها تطبيقات من تطبيقات الجراحه الملاحيه. الجراحه الملاحيه بتعمل عمليات المخ الوظيفيه اللي هي للشلل الرعاش واصابات الحركيه و وبتعمل عمليات استئصال الاورام، وبنعمل بيها عمليات النزيف والتمدد الشرياني، وبدأنا نطبقها في مجال جراحات العمود الفقري. وأنا الحمد لله رب العالمين كنت من أول الناس اللي استخدمت التطبيق ده في الجراحات العمود الفقري. بتفيدنا كتير جدا في المناطق شديدة الحساسية في العمود الفقري زي تثبيت الفقرات العنقية أو تثبيت الفقرة العنقية الأولى أو كسور الفقرات العنقية الأولى والثانية. مين المريض؟ لأنه احنا لازم نختار مريض معين يصلح له إجراء جراحة ملاحية، وايضا المريض يصلح له جراحه ملاحيه بنظام جراحات محدوده التدخل. الحقيقه هو كل الجراحات يجب ان تطبق فيها الجراحه الملاحيه، لان ده بعد ثالث ورابع بيضيف دقه الى العمليه وبيدينا رؤى واسعه جدا في اثناء العمليه الجراحيه. فهو مبدا وطريقه، زي لما انا بستخدم كده عندي التكييف ولا استخدم مروحه. هو أنا هستخدم التكييف، ممكن استخدمه سخن وبارد، ممكن استخدم التكييف للتهوية وتجديد الهواء في غرف زي غرف العمليات. دي طريقة إجراء عملية بالمنظار لاستئصال غضروف برضو، وأنا بطبق فيها الجراحة الملاحية.
فالجراحة الملاحية هي شاشة مراقبة بتضيف لي بعد آخر، فأنا أقدر أطبقها حتى في الجراحات العادية. أفيد تطبيق لها طبعا في الجراحات محدودة التدخل، في الجراحات بالمنظار، في الجراحات الميكروسكوبية. هي بتديني أن أنا أقدر أقيس دقة اللي أنا بعمله خطوة بخطوة، وبالتالي غير مسموح بأن أنا أخرج من العملية دي وعملت خطوة محتاج أن أنا أعملها بعد 3 سنين للمريض. لا، ده أنا العملية بتاعتي، عملت العملية، شلت الغضروف، بعد ما شلت الغضروف بصور بالأشعة وأطبق ده وقارنه بأشعة المريض، أجد هناك فروق في حركة الفقرات، أعرف أن المريض ده عنده عدم اتزان ما بين الفقرات، هيظهر لي بعد 1 أو 2 من العملية بتاعتي، فأقوم عامل تثبيت في أثناء العملية. ودي حاجة جميلة جدا. كان عندنا تايتل كبير جدا في جراحات العمود الفقري اسمه فيلد باك أو جراحات الظهر الفاشلة. التايتل ده بعد استحداث الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحة الملاحية، تطبيقات الأشعة داخل غرف العمليات اللي هي كلها مبدأ النافيجيشنال سيرجري أو الجراحات الملاحية، تقلص هذا المفهوم إلى أرقام ما تحت 1/10. ليه؟ لأن أنت خدت الأبعاد الأخرى اللي ممكن كنت محتاج إنك تعمل العملية والمريض ده يمشي شوية ويتحرك ويعمل مجهود علشان تظهر لك الداتا دي. هنا مثلا احنا استأصلنا الغضروف وظهر لنا إن الغضروف ده بعد ما استأصلناه المريض، الفقرات قبل ما نستأصل الغضروف كانت إلى حد كبير جدا ثابتة، لما شلنا الغضروف اللي ما بين الفقرات زاد ده من ضعف الفقرات، فأصبحت الفقرات دي متحركة، فأنا محتاج أحط حاجة أو أعمل شيء أثبت بيه الفقرات. يبقى أنا استخدمت المنظار، عملت بيه العملية، شلت بيه الغضروف من غير ما أعمل أي تغيير في التركيب اللي ربنا خلقه في العمود الفقري. لأ، والجراحة الملاحية والجراحة وجود الأشعة داخل غرفة العمليات إداني بعد آخر كان هيبان لي لما المريض ده يمشي ويتحرك ويعمل مجهود، استفدت منه في ان انا منعت ان ده يحصل. هقف قدام قضيه مهمه جدا، لان دي قضيه على فكره بتطرح على كل التخصص، يعني للاسف التخصصات بقت متشابكه في مصر، يعني المريض بيدخل يسال الدكتور في حاجه تانية وده غلط، بس بالسيل التثبيت، تثبيت العمود الفقري، هذه القضيه تقييم حضرتك ليها ايه؟ تثبيت العمود الفقري من التقنيات الهائله في مجال جراحات العمود الفقري، مش بس يفادي المريض اللي عنده كسر في الفقرات أو عنده تزحزح في الفقرات، ولكن التثبيت ده من الحاجات اللي ادتنا فوائد كثيرة جدا. زي ما لسه كنت بقول، مريض ممكن تعمل له عملية انزلاق غضروفي أو توسيع في القناة العصبية أو توسيع في مجرى العصب أو استئصال ورم، وكنا زمان بنكتفي بأننا بنعمل الكلام ده وبنطلع، بنكتشف بعد ما المريض يخضع لعمل ويرجع لحياته الطبيعية إن المريض ده بدأ يحصل عنده عدم اتزان ما بين الفقرات وعدم استقرار في المنطقة اللي اتعمل فيها العملية، ومن ثم ممكن الغضروف اللي شلته يرجع تاني بالاحتكاك ما بين الفقرات، ممكن ضيق القناة العصبية يرجع تاني نتيجة تولد أنسجة وتليفات. تثبيت الفقرات لما بنلاقي في أثناء العملية إن المريض ده محتاج، أو قبل العملية إن المريض ده محتاج تثبيت فقرات، إحنا قطعنا على المريض ده إنه يعمل عملية تانية بعد 2 أو 3 أو 4 سنين. هو ده بعد النظر اللي أضافه التثبيت للجراحات بالعمود الفقري. وده عايز بقى رؤية وخبرة لجراح متمرس، الجراح اللي بيعمل 1000 عملية مش زي الجراح اللي بيعمل 20 عملية أبداً. الجراح اللي عمل جراحات كتير جداً ومر بكل المحطات والنقاط، يعني يكاد يكون كل اكتشافات العمود الفقري احنا بنمر بيها. مثلا الآلات الجراحية، يعني انا كنت مسافر من حوالي شهر، انا اشتريت آلة جراحية ب500,000 جنيه، آلة واحدة. ساعات كتير جدا بجيب آلات جراحية غالية جدا وتطبيقاتها بتبقى قليلة جدا، بتفيدني في خطوة واحدة في العملية. ده من احدث تثبيتات العمود الفقري، ان احنا عندنا المريض ده ما عندوش كل الفقرات سايبة، عنده جزء بس في الفقرة اللي هو مفصل الفقرة سايب. طب ما أنا مش محتاج أعمل للمريض ده بقى فتحة وشق ظهره وشيل عظم وحط شرايح ومسامير وأقعد أكتفه،
لا ده انا محتاج اثبت الجزء اللي بايظ، بس المشكله في الحته دي، يبقى انا هحط حاجه اسمها ووشر او تثبيت مفصلي لمفصل من مفاصل العمود الفقري. الجميل بقى ان المريض ده هيفوق من العمليه، هيقدر يتحرك، يوطي، يلعب كوره، يعيش حياته بشكل طبيعي، وانا تغلبت عن المشكله اللي كانت ممكن بعد سنتين ثلاثه تظهر لي في صوره غضروف تاني او ضيق تاني او تزحزح او الم. كالعادة نورتنا وأسعدتنا، وأشكرك شكرا جزيلا على كل مجهوداتك الرائعة في التثقيف ونقل الثقافة الخاصة بي. أولا يعني رسالة مهمة اللي أنت قدمتها عبر السنوات هي نقل الثقافة الخاصة بواحدة من فروع الطب اللي كانت الثقافة فيها الحياة بعافية قوي. كانت الثقافة بتدعو للناس أنها تروح تعمل العبو عصاية وتعمل خزامة في الأودان وتعمل كي والغاية دلوقتي على فكرة موجودة في بعض الحتت، لكن احنا بنحاول نتوغل. يعني كل ما اشوف انا ما رحت في الاقصر في رحله، يعني في سفريه كانت جميله جدا، فرحت جدا ان اهل الاقصر المكان ده عظيم، يعني مكان الصعيد عظيم جدا، بيتفرجوا وعندهم فرجه باتقان وبنهم، فده فرحني جدا. فده لما نوصل هناك ونوصل للقفور والنجوع والقرى ويتفرجوا علينا ويبداوا يتثقفوا، الناس دي ممكن جدا يكون ناس ما تعرفش تقرا وتكتب فيهم، بس عندهم قدره الثقافه، عندهم جين الثقافه، يقدروا يستوعبوا الكلام ويميزوا ويقول لك لا. والناس بدات تفهم، لا ده لا هنعمل كريم للي عنده انزلاق وظروف، ما احنا شفنا يعني الفترات اللي فاتت. والله كنت يمكن وانت غايب ساعات وانا بقلب في القنوات اللي هي تحت السلم الاقي واحد يقول لك عندي انزلاق وظروف اعمل له كريم لظهره. كريم ايه اللي هيعالج انزلاق وظروف؟ يعني مع حاجه ما تخطرش في بال حد. هو دائما العلم بينير الطريق. طبعا. ودائما كل من اتبع النور بيصل. نورتنا واسعدتنا. ضيف العزيز الاستاذ دكتور يوسف الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب بجامعه القاهره والمدير لمستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه، واحد من رموز جراحات المخ والاعصاب في مصر والوطن العربي، كان في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو. الجدر ده اكتر حته حساسه مع اي مؤثرات هيبدا يحصل له تهيج للعصب، بدا البني ادم ياكل بطريقه مش مظبوطه فبيأثر على مفصل الفك بطريقه مش مظبوطه لان هو بيحمل غلط. التركيبه المتحركه اصبحت الان المفروض في العلم جيده وقويه، الصحه اكيد في حاله متميزه وحاله جيده، والعكس لو الاسنان ضعيفه دلاله على ان الجسد كله ضعيف. الاسنان الضعيفه، الاسنان الهشه، دلالة على أن العظام ليست بحالة جيدة، الجهاز الهضمي لن يكون جيدا. ولذلك الاعتناء بأسنانك اعتناء بجسمك كله. حقيقة هذا المضمون سيأتي أكيد في حلقتنا اليوم مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي. أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا بك يا دكتور أيمن. إيه رأيك في المشهد الكلاسيكي ده؟ أنا موافق جدا على الكلام ده طبعا يا دكتور أيمن. خلي بالك يا دكتور أيمن، الاهتمام بالأسنان بيدينا فكرة عامة بالاهتمام بالصحة. يعني اللي بيهتم بأسنانه معنى كده أنه هو بيهتم بأكله، بيهتم بقلبه، بيهتم بكل حاجة في جوانب صحته. والفم هو المدخل الأساسي لجسم البني آدم. يعني أنا عندي أسنان كويسة يبقى أنا باكل كويس، ما عنديش أي مشاكل في الجسم. أنا عندي أسنان مش كويسة معنى كده أن أنا عندي في هايجين مش كويس، يعني في بكتيريا في البق اللي هي بتنزل في الجسم وفي الدم بعد كده. معنى كده أن أنا باكل بطريقة مش مظبوطة بتنزل في البطن تعمل لنا مشاكل في الهضم. معنى كده أن أنا البنيان الجسم كله تهد لو الأسنان مش مظبوطة. فأنا موافق جدا طبعا على الكلام ده، ولازم كان الاختبار ده يكمل لحد دلوقتي طبعا. لا هو على فكرة ماشي في يعني في البلاد الأرياف في البلاد الريفية والقرى بيعملوا الحركة بيعملوا دي. طبعا بيعملوها بس بيعملوها بحرفنة يعني، لكن هي بتتاخد وبتتعمل والحقيقة مؤثرة وصحيحة، وساعات بتبقى النتيجة عكسية، تيجي البنت تكسر الحاجة سنتها تتكسر، جوازة تبوس مش جوازة بس. جاهز للأبيض والأسود والرمادي؟ يلا ده في أفلام وفي فوازير، ده قصص كتير. لا 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 في موال جامد، تعالوا نشوف الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الإنسان بيمشي في حياته رحلة، عايز أقول لك إنها رحلة أشبه بتحدي الزمن والمحاولة للحفاظ على إن أسناننا تبقى كويسة، لكن الزمن قاسي طبعا. الزمن يسوس سنانك، الزمن
يكسر سنانك، الزمن يصغر حجم السن، الزمن يفقد السنان. في النهاية المحصلة إنه الإنسان لما يمر عليه وقت يدخل في الخمسينات والستينات يلاقي الزمن نال من أسنانه بطريقة واضحة. كلام ده بيض ولا سود؟ والله هو يعني خلينا نعتبره الماضي، لأن لو الإنسان بيهتم بأسنانه جيدا، لو هو مواظب على زيارة الطبيب هو هيقدر يحافظ على أسنانه مدى الحياة. ولو خسر سنانه في فترة من الفترات نتيجة مرض هو مش بإيديه، طبعا احنا ضغوط الحياة كتير جدا، فالسكر والضغط بقى الأمراض بتاعت الشعب المصري كلها، ولو هو ما كانش عارف لفترة فبقى uncontrolled يعني بقى يوصل لأرقام كبيرة هيبدأ يخسر سنانه. بس خلينا نقول ان التكنولوجيا والمهارة والتكنيكس الحديثة خلت ان البني آدم يقدر يعيش بسنانه المدى لحد آخر عمره. يعني مثلا احنا عند زي ما احنا شايفين هنا الراجل ده جه بالصحراء اللي احنا شايفينها فوق على الشمال دي، خليني اسميها صحراء، وده يعني مع كامل الاحترام، ان هو ما عندوش سنان، هو مش قادر يتعايش، هو مش قادر ياكل، مش قادر يتكلم، مش قادر يعيش سنه. احنا طبعا تدخلنا هنا اهو بعد ما عملنا الاشعاعات بتاعتنا، بدانا نزرع له الاسنان بتاعته، بعد ما زرعنا العظم اللي هنزرع جواه الاسنان بتاعته، زي ما احنا شايفين الصوره اللي تحت على اليمين دي الزرعات بعد ما اتحطت، بعد ما الزرعات دي اتحطت قدرنا نحمل عليها الاسنان وخرج بالمنظر زي ما احنا شايفين فوق على اليمين، المتميز الكلاسيكي طبعا الطبيعي الناتشرال كل حاجه حلوه. وده خلي بالك احنا هنا احنا التكنولوجيا والعلم والتكنيكس الحديثه خلت مفيش حاجه اسمها عمر في القصه دي ولا حاجه اسمها امراض. يعني احنا الراجل اللي فات كان عنده سكر وكان في فتره من فترات ان كنترول، هو اللي خلاه يوصل للمنطقه دي، وقدرنا ان هو دلوقتي بعد ما ظبط سكره ان هو يعيش حياته الطبيعيه. برضو زي ما احنا شايفين البق فاضي خالص، مفيش اي اسنان، وده برضو كان نتيجة سكر وعدم اهتمام بالاسنان والكلام ده كله، وقدرنا ان احنا نزرع له ونوصل للمنظر اللي احنا شايفينه تحت. ده صورة الزرعات اللي فوق دي، ده الجسم بتاع الزرعية اللي هو بيبقى جوه الفم، ده بنسميها الاباطمنت، ده اللي بيتحمل عليه التركيبة بعد كده. نقدر نقول انه العلم نال مما نال منه الزمن طبعا، استطاع ان يسيطر على افعال الزمن بشكل كبير جدا. زي ما احنا قلنا اي بني ادم من حقه انه يقعد بسنانه طول حياته. برضه البي ار اف دلوقتي مهم في الزراعه طبعا طبعا طبعا، ده مهم جدا للعظم اللي احنا بنحطه على الزراعيه في حاله ان احنا مفيش عندنا عظم. عظيم. هروح للافلام بقى، تعالى بقى اشوف بقى اوريك الافلام بقى الجميله بقى. طيب مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ مين اللي اقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ الدكتور اللي هو بيجي له المريض بعد ما يعمل اشعه مقطعيه بيلاقي الجيب الانفي بتاعه كبر، وبيلاقي العظم اللي تحتيه صغير جدا، فبيقدر يرفع الجيب الانفي ويحط زرعايته في امان وسلام ومفيش اي مشاكل، دون وضع في الاعتبار اي مشاكل مقابلاه. عظيم. مين اللي تقول انه عمل ارتكب الجريمه الكامله؟ الجريمه الكامله دي لسه كانت عندي الاسبوع ده. جالي مريض سنانه كانت، هو بيوريني صور قبل ما يشتغل، سنانه كانت مرصوصه وجميله جدا، يعني كل التجميل اللي فيها محتاج يا اما يعمل شويه تبييض او يركب فينيرز اللي هي العدسات الخزفيه عليها وخلاص خلصت القصه. جه الدكتور قام جاي طخ 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 حضر السنان كلها وبدا يعمل عليها تركيبات ثابته. المشكله مش كده بس، ان هو عمل علاج عصب تحت الاسنان دي كلها، يعني هو اقنع المريض ان هو يعمل له علاج عصب في اسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات. الدكتور ده اساسا مش دكتور علاج جذور، فالنتيجه كانت ان علاج العصب مش معمول مظبوط، فالنتيجه كانت ايه؟ المريض جاي لي وشه قد كده اهو، فطبعا دي جريمه كامله من كل النواحي. ملتهب. ايوه طبعا. دي كده عامله زي ما يكون واحد عنده بيت حلو خالص، بيت حلو خالص، وحد اقترح عليه، لا ده حد اقترح عليه قال له لا لا ده بيتك ده وحش نهده ونبنيه تاني مثلا. حلو الكلام. راح هددهوله ومش بنهوله بقى، ده عمل له كارثه. طب يعني مفيش بنى اساسا، اي حاجة. لا اساس ولا بتاع، عملوا له كده راح واقع. هو بوظ السنان كستراكشر من بره، وكشال العصب والاوعيه الدمويه اللي بتغذي السنه، فالسنه خلاص. وغير كده عمل انفكشن تحت السنه، فاحنا مطالبين دلوقتي ان احنا نعالج الانفكشن ونعالج علاج العصب البايظ، وبعد كده نشوف هنعمل ايه من بره. هنا يعني ده الفيلم الجريمه الكامله، بس شارك المريض فيها لانه وافق طبعا.
انا موافق طبعا جدا. طبعا في ان انا ابقى اعمل حاجه بيرفكت قوي. طب انت بيرفكت؟ لا ده قوي، انا عايز القوي قوي. ما انت مش عارف ايه هو القوي قوي ده. هو احنا هنا هنقول عليه ان هو مشارك في الجريمه بس بنسبه قليله، ان هو مش فاهم برضه. المريض ده مريضه ولا مريض؟ مريضه. مريضه. طيب عليا. انا عارف انها كانت مريضه. المشكله برضه عارف ليه ايه يا دكتور ايمن؟ ان الدكتور اللي عمل علاج عصب للاسنان دي كلها، طبعا ده حاجه اجريسيف جدا ودي جريمه يعني كبيره جدا، هو عمل كده ليه؟ وعمل كده عشان لما يجي يعمل تركيبه مش مظبوطه، لما يجي يركب حاجه مش مظبوطه بتسرب حاجه، المريض ما يقولوش الساعه والسخن بيوجعني. لان معنى كلمه الساعه والسخن بيوجعني ان التركيبه مش مقفوله، ومعنى كلمه التركيبه مش مقفوله معنى كده ان هيخش جوه بواقي اكل وبواقي عصاير وشرب والكلام ده كله، هتسوس السنه اللي تحتيها وتبوظها. لا دي مش جريمه كامله، ده خطه. دي جريمه نازيه. يعني دي كارثيه. طب لا بوري عرفني مين ده بعد الهوا، عشان بعد الهوا هروح له. هروح له يعني هروح، انا اكيد ما اعرفوش بس هروح له هجيبه يعني. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ طيب يعني في هنا كذا كذا متهم وكلام فظيع. يعني من يروج انه التركيبه افضل من الزراعه؟ مش موافق خالص. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ خلينا نقول يعني ان هو متهم، لان في بعض الاحيان الصغيره بنضطر ان احنا نعمل التركيبات. زي ايه مثلا؟ حد عنده uncontrolled diabetes، الراجل مش مظبط السكر بتاعه، مش هقدر احط له زرعية لان هي هتفيل. لكن لو مظبط السكر طبعا هنقدر نحط له زرعية، لان الزرعات دلوقتي بقى فيها تكنولوجيا عاليه جدا، زي معالجه السطح، زي المعالجه بالجاما ريز، ممكن يستخدم البلازما، كل ده هيساعد على ثبات الزرعية. مثلا حد عنده مشاكل في الدم، حد حصل له راديو، حصل عمل علاج اشعاعي او علاج كيماوي، كل الحاجات دي احنا ما نقدرش نزرع معاها. فبنضطر نروح للتركيبات الثابته. بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله هيبقى طبعا الدكتور جاني، لان هو كان هيحط له زرعيه اللي هي تحافظ على العظم بتاعه، هتحافظ على ثبات الاسنان حواليه، الدنيا كلها هتبقى كويسه. زي ما احنا شايفين هنا، احنا عندنا السنتين الاماميتين او لا، هنا الاربع الاسنان الاماميتين مش موجودين، فحطينا له الزرعتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعه تقريبا، بعد كده حمل التركيبه دي في خلال الاسبوع نفسه، فالدنيا وبيمشي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب ال دي زرعيه فوريه. زرعيه فوريه دي المريض يقدر، لو احنا لسه خالعين دلوقتي حالا، نقدر نخلع ونحط مكانها زرعيه في نفس الوقت. ونركب السنه في نفس الوقت، المريض بيخرج بالسنه بتاعته. فده يخلينا نروح لحته مهمه جدا، لو في حاجه، لو في سنه هوبلس خالص، هل اخلعها وبعد كده افكر في الزراعه؟ لا، انا مع تفكير في خلعها لازم اكون بفكر ان انا هزرع الايميديت امبلنت دي. اذا سنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم، شك ام يقين؟ لو كان عدد الاسنان المفقوده كبير، تجميل التركيبه هتكون هي الحل في هذه الحاله، او في حاله فقد اسنان كتير. دوام ولا شك ولا يقين؟ لا، هو يعني لو احنا ما فيش حاجه تمنع من الامراض اللي هي امراض الدم اللي هي انكنترول والكنترول دايابيتس، او عنده هشاشه عاليه مثلا في العظم، لا يبقى الحل الامثل هي الزراعه. طبعا لان الزراعه هي اللي بتحافظ على العظم، بتحافظ على ثبات الاسنان اللي حواليها، بتحافظ على الرصه. بينما لو هو كان عنده مشكله من المشاكل دي، بنبدا نتدخل بالتركيبات الثابته. زي ما احنا شايفين في انهيار في الاسنان الموجوده فوق، ده ما حصلش فقد، لا ده هنا السنان اتكسرت، فبنبدا نبنيها مره ثانيه ونبدا نحمل عليها التركيبه الثابته تحت. طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط، بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا، واللي بينقل بعد كده للسرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجوده تحت دي. البي ار بي دلوقتي تقنيه رائعه جدا لضمان نجاح عمليات الزراعه. انا موافق جدا. البي ار بي من اهم مميزاتها الجروس فاكتورز اللي فيها، اللي هي عوامل النمو، عوامل النمو فيها وعوامل الهيلينج اللي هي الشفاء فيها. ده بيساعدنا على ايه؟ بيساعدنا على تحفيز العظم ان هو يبني، بيساعدنا على تحفيز الانسجه ان هي تبني. زي ما احنا شايفين هنا اهو في اللقطه اللي في الاشعه اللي فاتت، الزرعات بتاعتنا العظم حصل له نمو كامل ده في خلال 3 اسابيع، ودي نتائج مش موجوده، يعني ما كانتش موجوده قبل البي ار اف.
حصل كومبليت هيلينج للعظم حوالين الزرعيه. فطبعا ما اقدرش استغنى عن البي ار بي والبي ار اف البلازما عامه بالمستخرجات بتاعتها، ما اقدرش استغنى عنها. عندي بقى فوازير مهمه قوي. فوازير استنى بقى ملاقي لك فزورتين حلوين كده. عجبني اللعب ده. لا 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 ده الفوازير حلوه قوي. الفزوره الاوليه ماده الماده دي يعني مشهوره جدا ومعروفه جدا، ناس كتير يمكن يعني ما اقول له ماده كذا في الاسنان ما يقولش غيرها، يعني هي ماده واحده بس الناس عارفاها كلاسيكيين وقديمه من زمان قوي. الماده دي ما اعرفش بقى دلوقتي انت تقول عليها ايه. انا قصدي على انهي ماده بقى؟ اول حاجه قصدك على التيتانيوم. ايوه التيتانيوم. ايوه بتلاقي ايه بقى التيتانيوم؟ التيتانيوم هو الجسم بتاع الزراعيه. هو الجسم بتاع اي بروسيسز عامه. ليه؟ لان هو بيحفز العظم ان هو يبني عليه. هو ازاي اكتشفوا اساسا ان التيتانيوم ده هينجح في زراعه مثلا الركبه، مفصل، زراعه اسنان، الكلام ده كله؟ كانوا عايزين يشوفوا الدوره الدمويه بتاعت ارنب. فزرعوا كاميرا صغيره محطوطه في هاوزنج او محطوطه في غلاف معمول من التيتانيوم. لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا ان العظم بنى على الهاوزنج ده. فمن هنا بدات السكه دي كلها، البرانش ده كله اللي هي الاستعاضه مستخدمين التيتانيوم. هم لقوا ان العظم بيحب التيتانيوم. بالظبط كده. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال سهل جدا لان احنا متكلمين عنه، ماده دلوقتي بتحبوها جدا جدا، ليها فوائد استخداميه جباره، و زي ما بيقولوا من دقنه وفتله من الانسان. هي طبعا بي ار اف. طبعا ايوه طبعا. ايوه سهله قوي طبعا. دي محبوبه الدكاتره. يعني اصل دي يعني سهلت كل حاجه. قصرت الوقت في كل حاجه، عملت النتائج المثاليه. انا باخد من جسم البني ادم حاجه بتاعت البني ادم بتساعد ان هو يحصل النمو التام، تساعد على نجاح الزراعيه. دي رفعت نسبه نجاح الزراعات بنسبه كبيره جدا. رفعت نسبه نجاح زراعه العظم بشكل كبير جدا. فطبعا البي ار اف دي من اساسيات طب الاسنان دلوقتي. الحقيقه انا بستمتع بحوارك جدا، حوار سلس، ومستمتع بقى ان انا جبت لك الافلام والفوازير لان دي طلعت ملفات واضح انها بقت تبقى كتيره عندكم. ملفات عار، ملفات جريمه كامله، ملفات منسيه، ملفات مهمه جدا. وبيعجبني فيك ان انت بتحكي بقى القصه بدقه، يعني ده انت بتيجي، واعتقد في المرات الجايه بقى كل ما تيجي في ايدك كريمه تقول بقى خليها يا عم دي كده. خليها ليوم الاثنين الجاي نحكي فيها. انا عاجبني جدا شكل البرنامج بالفوازير والاسئله دي. ده لسه بيخلي فيه حركه جامده بيننا وبين بعض يعني. لا لا ولسه ما لا لا واللي جاي احلى. لا ولو والانتروهات والحاجات اللي بتبقى في اول واحنا بنعمل بنحاول ان احنا. وعايز اقول كمان ان الاعداد ابديتد جدا، هو فاهم طبعا. عاجبني ان هو بيتكلم على البي ار اف. بي ار اف في دكاتره فعلا كتير ما يعرفوش يعني ايه بي ار اف. دي حاجه يعني ذا موست ريسنت استخدام البي ار اف في الزراعه. في دكاتره كتير جدا ما يعرفوش الكلام ده. فما شاء الله انت نورتنا واسعدتنا. وانا دايما بقول دائما يعني كل اسبوع وكل يوم بتثبت لي ان اسم يضع بقوه مكانه كبيره بين الكبار في عالم الاسنان. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه. من اشهر الحاجات اللي ممكن الطفل يتم التنمر بيها هو انه يكون عنده عيوب بصريه، سواء حاول نظره ضعيف، بيلبس نظاره. هو صغير لسه على العملية، لا هتلبسه نظارة، ازاي تلبسه نظارة؟ اصل انا مكسوف ان انا البس ابني نظارة. هيقولوا للام ان بنتك بنظارة، فهتبقى مكسوفة في وسط العيلة ان بنتها بنظارة. اهمال الحول في السن الصغير كارثة، لانه هيؤدي الى كسل العين وضعف الابصار يعني الدائم اللي مش هنقدر نعالجه لو اهملناه في لغاية لما يكبر. دايما اقول للناس لو احنا عملنا ال 100 بني ادم عمليه حول، في 90 منهم مش هيحتاج حاجه تاني، وفي 10 من ال 100 هيحتاج خطوه مكمله. بجد بجد يعني المفروض اي مدرسه بتقبل ان يحصل تنمر على الاطفال تتقفل بشمع الاحمر.